العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. محمد سعيد واسعد الله اوقاتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني ان اكون مع حضراتكم في ديربي لقاءات الاهلي والزمالك. صحيح مش الكبار ولكن كل لقاءات الاهلي والزمالك هي ديربي، ولكن دي مواليد 2006. الاهلي في الصداره كالمعتاد على كافه فرقه سواء الكبار او الصغيرين في الصداره ب 67 نقطه بيواجه الزمالك الضيف النهارده على ملاعب النادي الاهلي بيه نادي مدينه نصر برصيد 55 نقطه. طارق مجدي حكمنا هو حكم اللقاء النهارده اللي هيكون موجود على ارضيه الملعب. تشكيله النادي الاهلي النهارده مع الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني بادئ بمين؟ بعمر كمال في حراسه المرمى، اربعه في خط الظهر، فارس احمد في اليمين، مازن احمد واحمد عبدين اثنين مساكين في القلب، وعمر زكريا في الشمال. خط وسط النادي الاهلي النهارده اربعه اثنين في القلب، يوسف اسلام وادم سمير، على يمينهم هشام مصطفى وعلى شمالهم عمر سيد معوض او عمر معوض على طول، والمقدمه الهجوميه اخوان عادل حسام عادل وابراهيم عادل. اما النهارده نادي الزمالك الضيف النهارده جاي بقياده فنيه للكابتن محمد عمر النور، بيبدا بمين؟ برياض زكريا قدام اربعه، في الشمال احمد حنفي، قلب الدفاع عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد، وعلى يمينهم علي احمد، وسط ملعب نادي الزمالك النهارده في القلب محمد السيد والسيد اسامه، على شمالهم عبد الرحمن كمال، وعلى يمينهم محمود السيد، والقوى الهجوميه حسام عاشور وايمن احمد عبد العزيز. حكمنا هو كابتن طارق مجدي بيعاونه عبد العزيز حسن وخالد حسام طه. ادي كابتن محسن صالح وكابتن خالد بيبو وكابتن شريف عبد الفضيل بيحضروا اللقاء. كابتن محسن صالح ورئيس لجنه التخطيط او ضمن لجنه التخطيط بالكره بالنادي الاهلي، وكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، وكابتن شريف عبد الفضيل وايضا بيحضر اللقاء زي ما سمعنا مع كابتن اسامه حسني في استاد الاشبال. الكابتن محمد وهبه المدير الفني الفريق 16 سنه او مدير الفني المنتخب مصر اللي موجود فيه اكتر من لعيب، الاكثريه من النادي الاهلي، في 7 لعيبه من النادي الاهلي في منتخبنا القومي. الزمالك الضيف بالتيشيرت الابيض والخطين الحمر والشورت الازرق والشراب الابيض هو اللي معاه ضرب بدايه الشوط الاول، وظبطنا ساعتنا مع طارق مجدي وعلى بركه الله بيبدا اللقاء صاحب الارض والملعب النهارده طبعا، والحضور الجماهيري الخفيف هناك في النادي الاهلي. النادي الاهلي الشياطين الحمر بالتيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر على شمال الملعب وشمال المقصوره بقى لو هناك كده المكان اللي قاعد فيه المدربين. ادي الكره توصل في شمال الملعب في نص ملعب النادي الاهلي، عمر زكريا بالعرض ضغط لازم نخلص هنا بدري. ادي الكره استلامه على طول عمر زكريا على الارض، حلو الباس يوسف اسلام، نقله عاليه وطويله لمين؟ راحت اهي راحت راحت، يلا 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 يا حسام يا عادل يا راجل يا راجل، ضرب لخمه رغم ان رياض زكريا حارس مرمى الزمالك طلع وكان ممكن هنا بقى على طول حسام عادل يخلص، وقف الكوره ولكن ما استغلهاش كويس. مش مشكله لسه بدري، لسه بنقول يا هادي ده احنا لسه في اول دقيقه من عمر اللقاء. ضربه المرمى الزملكاويه هيلعبها عبد الرحمن علي، عبد الرحمن يلعب ضربة المرمى عالية وطويلة، أحمد عبدين على طول من غير فلسفة يشيل لخارج الملعب أوت لصالح نادي الزمالك. أدي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي. الكرة تتلعب طولية على طول ترجع عمر معوض تتشال لسه على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي. التركيز مطلوب، أدي العرضية تاني جوه ال 18 يشيل عبدين ويعلي طويل ترجع تاني برأسية موجودة، ولكن في النهاية الكرة لسه مع نادي الزمالك. لسه الكورة. ادي العرضية وطولية ولكن هي هنا على طول ضربة حرة يحتسبها هنا طارق مجدي لصالح ديفنس النادي الاهلي ومازن احمد. لسه الكورة من عند عبد العزيز حسن المساعد الثاني هناك اهي اللي ماسك فراودة نادي الزمالك في الشوط الاول. مازن يشيل واحدة عالية وطويلة. لقاء مهم للنادي الاهلي عشان المقاولين الثاني 64 نقطة برضه، يهم الاهلي النهارده يفوز يبقى 70 نقطة خلاص، يبقى كده فاضل ماتشين دجلة و اف سي مصر. لسه الكرة تاني في نص الملعب، ادي هنا ابراهيم عادل
لحسام عادل، بقول لحضراتكم الاثنين توأم اخوان عادل. ادي الكره تاني مع نادي الزمالك، مازن 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 تعدي، وادي التغطيه موجوده، برافو على طول هنا يتدخل ويشيل بضربه حره لصالح ديفنس النادي الاهلي. كان راجع فارس احمد يغطي، تتلعب الكره لعابدين، تمام كده، ما بيتفلسفش عابدين، ده اللي بيعجبني في الولد ده. في اكتر لقاء تابعناه ما بي هو مساك زي ما الكتاب بيقول. ادي الكوره حلوه يا ابني، راح بيها، يلا يلا يا ابراهيم يا عادل، يلا يا ابراهيم يا عادل، القايم يتعاطف وتطلع ضربه ركنيه. يا خبر ابيض، عارف يا ابراهيم يا عادل، بوش رجلك الخارجي يا ابني كانت تروح، مش عايز ابط رجلك، بوش رجلك الخارجي تلف جول، ولكن مش مشكله. اول الركنيات الاهلاويه، نص ملعب نادي الزمالك من ناحيه اليمين، الضغط الاهلاوي على نادي الزمالك. خلاص فرص لحق نادي الزمالك ببطوله الدوري دي او في مسابقه 2006 صعبه، هو الرابع 55 نقطه بعيد، انما المنافسه محصوره ما بين الاهلي والمقاولين العرب الاول والثاني، كل منهم لاعب 28 مباراه. الاهلي اقوى خط هجوم في المسابقه ب 74 هدف. طارق مجدي وصفار التنفيذ الركنيه، لسه على التنفيذ، اتلعبت جوه 18 نادي الزمالك والراسيه، ولكن الدوران حلو بس التوجيه لسه من يوسف اسلام مش مظبوط. تطلع كوره ضرب مرمى صالح نادي الزمالك ورياض زكريا، ادي اهي شوفوا حضراتكم هنا اهو، هو اللف الدوران حلو بس فين التوجيه بقى، لفه الراس مظبوطه كانت تروح في البعيده على طول. ادي الكوره مع تنس نادي الزمالك، لسه عبد الرحمن علي يطول واحده في اتجاه احمد حنفي، مقطوعه جابها كويس على طول عمر زكريا في قلب الملعب، يسلم ادم سمير، ادم ينزل بيها المازن، لا ده مش مازن ده فارس، فارس احمد يعكس الكره لعابدين، تمام يا عابدين، سلم من رجل الرجل من غير فلسفه، هو ده المساك المطلوب، مش محتاجين بقى كل كره يستد ويعمل، لا بيلعب السهل ولما بيتزنق الراجل بيشيل. الله الله باص مش مظبوط، تضغط على نادي الزمالك في قلب الملعب، ياخدها على طول محمد السيد، ترجع تاني تعلى الكره عاليه في نص ملعب النادي الاهلي، يوسف اسلام والتدخل، لسه ترجع الكره تاني مع نادي الزمالك، محمد السيد يفتح اللعب هناك عند علي احمد على حدود 18 النادي الاهلي من ناحيه الشمال، تخبط وتطلع لخارج الملعب، ركنيه زملكاويه اولى. حبايب في الركنيات اهو حتى الان، واحنا قربنا عليه خمس دقائق من عمر الشوط الاول، زي ما باين قدام حضراتكم اهو، ركنيه هنا وركنيه هنا، بس النادي الاهلي جاله كره في القايم من ابراهيم عادل، كانت فرصه ما تروحش ولكن القايم شالها، كان قبلها حسام عادل برضه فرصه وما استغلهاش كويس. الضربه ركنيه وعلى التنفيذ لنادي الزمالك، تتلعب جوه 18 النادي الاهلي، تلف وتمر وتخرج لخارج الملعب على طول لضربه مرمى للنادي الاهلي. اوت اهلاوي تاني هيلعبها عمر زكريا، عمر يرجع بيها عند عابدين، احمد عابدين يعكس اللعبه حلوه هناك في الشمال عند فارس احمد، استلام من فارس، طلع فارس على طول باص حلو على الارض عند هشام مصطفى، هشام ماشي، هشام طول هشام واحده، حسام عادل على حدود 18 الزمالك من ناحيه اليمين، حسام 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 هترجع تاني ليه؟ بزنق نفسه حسام والعرضيه، ولكن ارضيه سهله مقريه من ديفنس نادي الزمالك، توصل الكوره عند السيد اسامه، هجمه مرتده زملكاويه خطر، رايه وصفاره مظبوط من عبد العزيز حسن، تسلل اول على نادي الزمالك. خط ظهر النادي الاهلي هنا بقى مازن واحمد عابدين، الاثنين كشفوا التسلل اهي، كره اتلعبت هنا من محمد السيد وهنا احمد عابدين، برافو كشف الاوفسايد وطالع، يلا يلا يوسف عادل، يوسف عادل اتحركوا، عابدين يشيلها عاليه وطويله على حدود 18 نادي الزمالك، يرد تاني احمد حنفي، تنزل في نص الملعب، ترجع تاني مازن، يقطع براسيه حلوه ولكن هي ضربه حره لصالح ايمن احمد عبد العزيز. ادي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الاهلي، طارق مجدي بيشاور على مكان الكره منين، وادي هنا اهو عمر معوض بيزقها بيرجعها للعيبه نادي الزمالك، جاي يلعبها عبد الرحمن علي، قرب يا عمر قرب يا عمر ما تخافش، قرب قرب يا عمر بشماله، قرب قرب لسه الكوره، وادي تعليمات كابتن سامر، عاليه وساقطه جوه ال 18 النادي الاهلي، اطول من اللازم، تطلع وتمر لخارج الملعب قبل علي احمد على طول، تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي، يلعبها عمر كمال ولكن ترجع تاني عمر، هيلعب تاني لاحمد عابدين ولا هيشيلها، حاط تاني لعابدين، عابدين سند
بيتضغط عليه، شالها الراجل عاليه وطويله في نص الملعب. عابدين عند ابراهيم عادل، ريح حلو لعمر معوض، تطول تتشال على طول من السيد اسامه، ترجع عمر زكريا طويله ولكن يجيبها ابراهيم عادل كويس. ابراهيم يحط على الارض يوسف اسلام، حسام عادل يسند ولكن تشتيت من ديفنس الزمالك وضربه حره لصالح هشام مصطفى في نص ملعب نادي الزمالك. ادي هشام اهو هنا بالفعل ضربه حره ما فيهاش كلام، داخل بقوه علي احمد مع هشام مصطفى، ضربه حره اهلاويه هيلعبها يوسف اسلام. يوسف على التنفيذ، ادي اهو يوسف ولسه صفار طارق مجدي. بداش الاذن للعب، وادي مازن وعابدين الاثنين الاستوبرات او المساكين طالعين زايدين عشان الاطوال يستغلها كابتن سامر، عاليه الكره وطويله ولكن يشيل ديفنس الزمالك. عابدين يكمل، جابها عابدين، ضغط على عابدين واتشالت على طول، عاليه وطويله مرتده ولكن يقطع كويس قوي عمر زكريا، ترجع وتطول من نادي الزمالك. ده كان مين؟ ده كان 13 احمد حنفي او تهلاوي هيلعبوا عمر زكريا. النهارده لقاءات الاسبوع فيها مين؟ المقاولين بيواجه غزل المحله، المقصه والمصري، الانتاج الحربي وسموحه، بيراميدز والبنك الاهلي، الاسماعيلي والشرير الدخان، كوكاكولا وامبي، وزاد النهارده هو اللي مريح. الاتحاد انسحب من البطوله. نقول لحضراتكم فاول توقف، جون 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 جون. مين ده؟ اخوان عادل؟ لا ده مين؟ ده حسام عادل حطها في الدقيقه، في الدقيقه التاسعه اول الاهداف ورايح يحضن على طول سامر عبد الرحمن. حلو، ادي العرضيه اهي، وادي الراسيه في الدقيقه، غلطه حارس المرمى. خلاص الاهداف بتولد اخطاء او الضغط بيولد اهداف، وادي هنا اهو تعامل معاه رياض زكريا بشكل حطله حلوه. حسام عادل في الدقيقه على عكس اتجاه جسمه الاول للنادي الاهلي، واحنا اهو في الدقيقه 9. ضغط بيولد اهداف، هي الكره كده، الاهلي ضاغط رايح قادر ان هو يوصل بفرصه، والثانيه الثالثه خلاص الثالثه ما تعديش الا بهدف الاول النادي الاهلي. ادي الكره مع النادي الاهلي، ضغط زملكاوي، ضغط زملكاوي والتسديده تمر وتعدي لخارج الملعب ضربه مرمى. ادي كابتن سامر يفرق معاه كتير طبعا، بيلعب على ارضه الراجل، اول 10 دقائق هدف تفرق كتير جدا في سير اللقاء. عابدين يستلم ضربه المرمى، احمد عابدين على الارض المره دي، حط يوسف اسلام، اسلام يرجع لعابدين، قال له اتصرف انت بقى يا عم عابدين. تاني عابدين يحطها له في المساحه، لسه الكوره ترجع عمر معوض، اتاخر اتضغط وجابها. لا خد يعني يا كابتن طارق، هي اللعبه على الكوره ولكن الراجل اقرب وقرره. ده ضربه حره لنادي الزمالك في نص ملعب النادي الاهلي. اللي ورا لصالح بقى زياد مبروك. المفروض ان زياد مبروك ده كان على الدكه بره ولكن هو بادئ اللقاء اهو. زياد مبروك نمره 7 على النادي الزمالك. ادي الكره تتلعب، محمد السيد جوه 18 النادي الاهلي، التشتيت موجود وتعلى، ترجع تاني لسه التحام هوائي، وده تطلع الكره في النهايه اوت لصالح نادي الزمالك. السيد اسامه سابها ليه علي احمد عشان يلعب الاوت، وادي دكه بدلاء النادي الاهلي النهارده فيها فتحي مصطفى ويوسف محمود وعبد الرحمن عماد ومحمد طارق وعبد الله طاهر ومحمد سعد ومحمد شريف ومحمد رضا وعمار وليد. اوت تاني زملكاوي، بتقرب المره دي من دك من 18 النادي الاهلي من ناحيه الشمال. اتلعب الاوت طوليه، فارس الضغط موجود لسه ولكن ضربه حره تمام. هنا فيها اوبستراكشن على نادي الزمالك، كاتم رجل ادم سمير، تتلعب على طول الكرة عند فارس، فارس يستلم في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال، ماشي فارس. يرجع بيها فارس لمازن، ما حطش بعرض الملعب، نزل بيها لعمر كمال حارس المرمى، عمر يرجع تاني لمازن. فارس احمد. حلو الاستلام، يوسف اسلام، هشام مصطفى، هشام 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 طول واحده لحسام عادل، لو رفع راسه حسام عادل، عدى حسام عادل، عدى حسام. يا راجل يا راجل ده انت معاك ايه؟ توأمك جنبك وجاي عمر معوض، يا راجل عملت الصعب وعديت يا حسام. ولكن هنا الفيرود دايما طماع، قال لك احطها انا ما تلبسهم وايه؟ تروح سهله في ايد
رياض زكريا. شوفوا حضراتكم اهي هنا عدى كويس قوي من احمد حنفي هنا حطها ما بصش ما خدش اللقطه الاخيره للثلاث خشبات. هنا حسام عادل حط وشه في الارض وبط رجله سهله. ادي كابتن خالد بيبو، كابتن شريف عبد الفضيل، وكابتن محسن صالح. اوت زملكاوي في نص ملعب نادي الزمالك، اتلعب الاوت والضغط موجود من فارس، يشيل تاني اوت مره تانيه لنادي الزمالك. احمد حنفي يلعب واحده طويله لايمن احمد عبد العزيز او ايمن عبد العزيز، اوت تاني لنادي الزمالك، تتلعب علي احمد طويله لسه دخول بقوه ولكن في النهايه ضربه ركنيه ولا ضربه مرمى. هنا اهو عبد العزيز حسن مشاور ركنيه، وطارق مجدي كان مدي ضربه مرمى ولكن في النهايه احتسبها ضربه ركنيه. طارق مجدي صالح نادي الزمالك المره دي من ناحيه الشمال رايح يلعبها عبد الرحمن علي. فارس 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 لسه عبد الرحمن علي تتلعب ويطلع يا ولد يمسك كويس عمر كمان. عمر يلعبها وتخبط وهنا طارق مجدي بيدي ضربه حره غير مباشر. هنا ما اداش للجون مساحته كان راجع مين ده، ده زياد مبروك. بص على قدام على ادي دكه نادي الزمالك. يلا على ابراهيم يلا انزل يا ابراهيم. النهارده في عمر معتز واحمد جمال وخالد السيد وهاني ياسر وعبد الحليم احمد وعمر احمد ويوسف عمر وزياد احمد وعبد الرحمن كمال. ادي العرض الاهلاويه وتعدي ولكن دربكه دفاعيه بضربه حره لصالح رياض زكريا حارس مرمى نادي الزمالك. هنا هو ابراهيم عادل كان مكمل اهي ادي عرضيه هشام مصطفى علها حلو شالها الولد ولكن ابراهيم عادل هنا مكمل مكمل. اه في دفعه لا في دفعه في دفعه من ابراهيم عادل بلوق مهجومي كده ولكن شافها طارق مجدي توصل الكوره لنادي الزمالك. ضغط زملكاوي النادي الاهلي بدا يهدى بعد الهدف يعني بقى لنا خمس دقائق بعد ما الاهلي احرز هدف. مهدي اللعب يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر يا كمال راسيه حلوه ولكن تعامل معاها 10 على 10 عمر كمال وده وقع خبره بقى نقول الولد هيقع واحنا واصلين في ربع ساعه. شوفوا حضراتكم الراسيه من ايمن عبد العزيز و10 على 10 يا عمر يا كمال برافو يا ابني شالها حلو في رايحه في زاويه صعبه وقويه ولكن وجه الولد وشال على طول ضربه ركنيه ضربه ركنيه نادي الزمالك الثالثه. لسه اهو واقع عمر كمال جوه الشبكه وراح يطمن عليه. راح يطمن عليه ده مين؟ هما الاثنين مع بعض في المنتخب بقى محمد السيد وادي فتحي مصطفى البديل ولكن ان شاء الله يوم سليم عمر كمال. يا حسام اهتم ها اهتم اهتم في الحاجات دي. لسه الركنيه وادي كابتن محمد وهبه في الكادر والمتابعه وادي كامل عمر كامل في حراسه المرمى للنادي الاهلي. ابراهيم خطوتين لسه وطارق مجدي بيتكلم طبعا كل التحليل بقى لحكام النهارده طارق مجدي والطاقم بتاعه مع كابتننا الكبير كان الدولي كابتن ناصر عباس وادي الكره تعدي وتروح لخارج الملعب ضربه كابتن ناصر عباس بقى والفقره التحكيميه والتقييم لاداء التحكيم النهارده بمشيئه الله. ضربة المرمى الأهلاوية أحمد عبدين بالتخصص يستلم يسند المرة دي على عمر زكريا زكريا باص العب السهل هنا يا عمر ترجع تاني ولكن أوت لصالح نادي الأهلي. لازم هنا ألعب على أمان لأن الزمالك بيضغط بطول الملعب. لسه أدي الأوت تتلعب الكرة تاني أوت للنادي الأهلي يشيل زياد مبروك لسه الكورة وادي الاوت الاهلاوي لسه ما تلعبش زكريا زكريا يشيل تاني محمد السيد اوت للنادي الاهلي. لازم الاهلي يرجع يضغط تاني زي ما كان بيضغط ما يهداش جايب هدف ومضيع بصراحة يعني في انفرادات ديفنس الزمالك النهارده يمكن النادي الاهلي ابراهيم عادل وحسام عادل قادرين كويس قوي 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 يستغلوا ان ديفنس نادي الزمالك بعيد وبيقدروا يروحوا بالموهبة والمهارة ولكن اللمسة الأخيرة تفرق كتير. عابدين بثقة ينقل واحدة بعرض ال 18 لمازن أحمد
لما في انسجام بقى باللعيبه اللي بتلعب جنب بعض في المركز زي اتنين مساكين زي مازن وعابدين بتفرق، يبقى خلاص انسجام، حفظوا بعض، يقدروا يغطوا بعض كويس ويقدروا يشتغلوا مع بعض كويس. ادي التسديده ولكن تخبط في تنزل الزمالك، ترجع ده مين اللي سدد؟ ده كان ابراهيم عادل، وحسام عادل يكمل يرجع تاني ياخدها، يوسف اسلام، يوسف هجمه اهلاويه على حدود 18 نادي الزمالك، لسه تنقطع تاني، وادي هنا الكوره وطارق مجدي ويدي ضربه حره لصالح نادي الزمالك، لصالح علي احمد اهو قدامنا، يرجع الكوره تاني طارق مجدي من مكانها عشان تتلعب لصالح نادي الزمالك، هيلعبها علي عبد المجيد، علي يشيل واحده عاليه وطويله، مازن بثقه يرد لفارس في الشمال، يكمل فارس الكره لخارج الملعب تبقى اوت لصالح نادي الزمالك. كادر على طول بيروح مع كابتن سامر عبد الرحمن، مراحل سنيه مهمه جدا المراحل دي، 16 سنه بيبدا بقى اللعيب من هنا يبدا يفهم يعني ايه اللعب الدولي، خاصه اللعيبه دي لعبت بطوله شمال افريقيا، يبدا يفهم يعني ايه تكتيك، يبدا يتمرن، يبدا يشوف الفكر، يبدا النهارده يبان الراجل ده هيقدر يكمل مع النادي الاهلي للدرجه الاولى ولا ايه الظروف، بيشوف بيبان من السن ده بيبدا يبان مهاره اللعيب وتكوينه. ادي الاوت الزملكاوي اتلعبت، ياخدها زياد مبروك، عامل ازعاج زياد مبروك المرسبه بتاع نادي الزمالك ده، بيتحرك في كل حته. ادي كابتن محمد عمر النور المدير الفني ليه، نادي الزمالك، عابدين يستلم ضربه المرمى، ماشي عابدين، ماشي عابدين، شالها لعمر زكريا، يلحق والله عمر معوض قبل ما تطلع، لسه الكره مع تنس نادي الزمالك مقطوعه، توصل الكره تاني، تشتيت موجود من ديفنس الزمالك، توصل لحسام عادل، ترجع دربكه دربكه، وادي هنا تاكلينج موجود ويشيل علي عبد المجيد واحده طويله على طول في الاتجاه، السلام عليك يا عابدين، يقطع حلو، وادي مرتده لنادي الزمالك، ايمن احمد عبد العزيز عايز يشوط اتطوح بيها، لسه خطر سهله متشكرين يعني تروح سهله في ايد عمر كامل، لسه استلام ادم سمير، عدى حلو غير اتجاهه ادم، يسند لعابدين، محطة مهمة في بداية تحضير الهجمة الأهلوية، عابدين ماشي الكرة عابدين، لسه تاني لأدم سمير، تطول من آدم مقطوعة، وهنا طارق مجدي ادى أدفانتج أو تحت فرصة، هيدي بقى هنا ضربة حرة لأن تدخل كان قوي أوي بصراحة، وفي إنذار لأدم سمير، إن شاء الله يبقوا الاتنين سلام، ده اللي يهمنا، هنا أهو مكمل معاه لاعب نادي الزمالك اللي واقع مش باين، بس هو ادم سمير بياخد اول الانذارات في اللقاء. واحنا بعد مرور تلت ساعه على ما يقوم بقى لاعب نادي الزمالك وادم سمير، نقول لحضراتكم الاهلي لاعب 28 مباراه، فايز في 21، متعادل 3 وهزم 3. ليه من الاهداف 74 ودخل شباكه كتالت اقوى خط دفاع 28 هدف. ادي الكره اللي راحت سهله لعمر كامل، لسه طبعا لعيبه خبرات هتجيب تصرف مع الكره هيبان هيبان، كل ده بيصب في مصلحه منتخبنا. والاهلي ليه من النقاط 67 نقطه، الزمالك لعب 28 فايز في 16 هزم في 5 وتعادل في 7، ليه من الاهداف 52 وعليه 31 ومن النقاط 55. ادي عمر معوض والعادل الهدف اللي حطاه حلو، ابن الوز عوان بقى ابن كابتن سيد معوض، لكن لعيب كويس عمر معوض باذن الله يبقى ليه مستقبل كويس. حسام عادل حطاه حلو رغم ان هو لو خط في البعيده كانت تبقى اسهل من بدري، ولكن حطاها في الضيقه عكس اتجاه رياض زكريا واول الاهداف. لسه لاعب نادي الزمالك على ارضيه الملعب، وادي دك بدلاء النادي الاهلي، وادي الجهاز الفني لنادي الزمالك، ده مين؟ ده اللي قام، ده من أربعة، ده علي أحمد طالع معاه الجهاز الطبي نادي الزمالك خارج الملعب، وادي كابتن أحمد رؤوف المدرب العام لفريق النادي الأهلي بالفراودة اللي كان ليها تأثير قوي أحمد رؤوف. طارق مجدي حكمنا بيشاور الكرة تتلعب من منين لصالح نادي الزمالك وبيرجعها. ابراهيم ابراهيم امسك ابراهيم امسك ابراهيم لسه الكورة
تتلعب على طول. محمد السيد على حدود 18 النادي الاهلي، تشتيت من ديفنس النادي الاهلي، ترجع تاني مقطوعه حلو، حسام عادل عايز يزق ولكن ترجع تاني، تقطع من السيد اسامه وتروح سهله في ايد عمر كامل. كامل ادي اهو السيد اسامه عابدين، يبدا التحضير الاهلاوي، توصل الكوره تنقطع من يوسف اسلام ولسه الكوره هنا، تدخل برافو عابدين، شالها حلو عابدين، هو مساك تحت الشعار اللي يفوت يموت، هو ده الكلام. والراجل عنده كوره بيبدا يحضر الهجمه كويس، ادي استلامه توصل يوسف اسلام، هجمه اهلاويه، يلا اسلام يحط ليه حسام عادل على حدود 18 الزمالك من ناحيه اليمين، حسام عايز يعدي العرضيه، حسام لو فتح راسه دايما وهو بياخد القرار بيلعب فردي، لو بص وكشف وبدا يمشي الكوره الهجمه هيبقى فيها شكل اخطر يا حسام. ادي حسام عادل وابراهيم عادل توأم. فارس احمد يلعب العرضيه على حدود 18 نادي الزمالك، ابراهيم يسند ما تلاقيش غير تشتيت زملكاوي، ترجع الكره في نص ملعب النادي الاهلي، راجع عمر زكريا، هيطلع هو ولا يسند لعابدين، سند لعابدين، عابدين رجع تاني لزكريا، فيها ثقه الباص توصل تاني، برافو يا اولاد، نقل مثلث اهلاوي كده جميل، توصل الكوره من عابدين لمازن، مازن هيلحق 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 ما يلحقش، تطول وتروح لخارج الملعب اوت. شوفوا بقى هنا مازن بيشاور عادي مش مشكله، هنا الميس باص ده ممكن يحصل او باص بقوه عادي. ادي الكوره وادي الاوت الزملكاوي، تتلعب على طول لمين؟ هنشوف، جاي يلعبها محمود السيد. واحد بس يا فارس. مره ثانيه لسه الاوت. تتشال جوه 18 النادي الاهلي ومازن على طول يشيل لخارج الملعب اوت. هنا طارق مجدي بيشاور الاوت من مكانها اهو، جاي يلعبها محمود السيد، محمود يلعبها تتشال تاني، تشتيت اهلاوي، تطلع الكوره اوت. المره دي على سن منطقه جزاء النادي الاهلي من ناحيه الشمال. ادي عمر كامل اهو في حراسه المرمى، شال واحده خطر قوي لنادي الزمالك. ادي الاوت اتلعب لسه مره تانيه، تتشال على طول الكوره وترجع تعلى في نص الملعب، ياخدها ابراهيم عادل، ابراهيم يزق ولكن في دفع هنا وضربه حره. ادي ابراهيم عادل اهو 25 دقيقه من عمر اللقاء والشوط الاول، التقدم اهلاوي من الدقيقه 9 لحسام عادل. لسه هتتلعب الكورة على داخل 18 النادي الاهلي، وتعدي وتعلى وتشتيت اهلاوي ولسه الكورة خطر، وادي على طول يشيل ادم سمير يعلي هشام مصطفى، هشام مصطفى ومعاه محمود السيد، ولكن على طول الكورة سهلة لخارج الملعب اوت زملكاوي. الزمالك ضاغط، لازم الاهلي يبدا يشتغل تاني ولازم يستغل الفرص، ولازم حسام عادل يشتغل كويس مع ابراهيم عادل ومع هشام مصطفى عشان يعمل خطوره. ادي عابدين يشيل براسيه ترجع تاني في قلب ملعب النادي الاهلي، يا ولد حلو يا ابني، عدى حلو يوسف اسلام، اسلام اتاخر فيها اتضغط عليه من ايمن عبد العزيز، تطلع الكره اوت للنادي الاهلي. اهي هنا اهي ما استناش وشال من قدامه على طول ايمن عبد العزيز، هنا بيكلم بيقول لهم اتحركوا شويه اسرع. فارس احمد هيلعب الاوت الاهلاوي، فارس هل دخلت الكرة ولا ما دخلتش؟ عبد العزيز بيقول لا هتتعاد تاني، ما دخلتش الملعب، طالما ما دخلتش يبقى خلاص، لو دخلت وخرجت يبقى تتحسب لنادي الزمالك. طبعا كل ده مع خبيرنا الدولي وحكمنا الكبير كابتن ناصر عباس في اللقطات التحكيمية بقى والتحليل التحكيمي. ادي التشتيت الزملكاوي على طول، ترجع في قلب الملعب عمر زكريا، يا ولد بقى على الارض بس قصيره يا عمر، تنقطع تاني، يرجع على طول عابدين مسمار الدفاع ومسمار امان ديفنس النادي الاهلي، يسد واحده بريم عادل دخل 18 الزمالك، يلا ابو خليل يا راجل يا راجل، هنا لازم ارفع راسي مستعجل ليه؟ ادي الكوره توصل نادي الزمالك مرتده، ادي مورجن او عبد الرحمن كمال، خطر خطر خطر، اوعى دي اوعى دي يا راجل، ده ايه ده؟ تتشال الكوره، الراجل حطها بشكل غريب جدا والتشتيت 10 على 10، عمر كامل 10 على 10 يا ابني، يعني كوره فيها خطوره هنا وهنا، لازم انهاء الهجمات يبقى فيه شيء من
التركيز من خط الظهر الفرقتين. ادي كوره وادي هنا تاني. ايمن عبد العزيز يعلي ومازن المره دي يغطي ويشيل ترجع. لازم كابتن سامر بقى يبدا يصحي لعيبته شويه، لعيبه الاهلي ريحت من بعد الهدف. ادي عبد الرحمن، عبد الرحمن كمال ترجع تاني، تشتيت موجود ادم سمير، يلا عبدين، عبدين لسه في الاخر تدخل براسيه وعلى ترجع تاني من قبل. ايوه كده شيل يا ابني ونظف على طول من قدام ايمن عبد العزيز تطلع لخارج الملعب. ادي المدير الفني نادي الزمالك محمد عمر النور، وادي ابراهيم عادل. شوفوا حضراتكم ما بيبصش، ما خدش اللقطه الصح هنا. ده الكلام، ده الكلام، لازم ابص واركز اشوف هوجه كرة بوش رجلي ولا ببط رجلي ولا اشيلها ازاي. ادي كوره لسه مع نادي الزمالك، هجمه في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين وضربه حره لنادي الزمالك. احمد حنفي هو اللي خدها اهو، اقرب من الركنيه. وادي طارق مجدي رايح للعبه. مكسب النهارده مهم لان المقاولين بيلعب غزل المحله، على الورق غزل المحله الاخير 16 في المركز 16 ب 12 نقطه، يعني اللقاء ورقه وقلم لصالح المقاولين، لكن الكوره ما تعرفش فيها، ملهاش، ما تضمنش. عشان كده النهارده غير ان ده الديربي ولازم الاهلي النهارده باذن الله يطلع كسبان، وكان قدام الاهلي يجيب هدف واثنين وثلاثه في السبع 28 دقيقه اللي لعبناهم، ولكن لازم التركيز على اهميه الفرصه. ادي الضربه الحره الزملكاويه من غير ما نبص على طول، هي الكره طلعت لوحدها اوت. ضربه مرمى عمر كامل هيلعبها للنادي الاهلي. ادي اهي الكره اللي اتسقطت وغطى كويس قوي مازن احمد فيها، عامل عمق كويس. اوت لصالح النادي الاهلي في نص ملعب النادي الاهلي، هيلعبها من ناحيه الشمال فارس. فارس اتلعبت هات وخد، ترجع لفارس تاني. عمر كامل لمازن على حدود 18 النادي الاهلي، ترجع من ديفنس نادي الزمالك على طول. هنا في رايه وصفاره تسلل، تسلل على مين؟ على حسام عاشور ولا ايمن عبد العزيز؟ عابدين علي، عابدين واحده عاليه وطويله لابراهيم عادل. لسه كورة تاني مع نادي الزمالك، استلامة باص سهل وعابدين بتمركز كويس يقطع ويسلم على طول يوسف اسلام. يوسف يطلع عمر معوض، انطلاقة يلا معوض جت على شماله، عدل يا ولد، عدل عدى حلو من واحد والتاني، الباص يوسف اسلام ما تمشيش معاه وتقف، توصل الكرة على طول لمحمد السيد. السيد ماشي، السيد في نص ملعب نادي الزمالك، وادي هنا ضربة حرة لصالح محمد السيد. لسه صغيرين قوي اللعيبه، كل كوره يقع وبتاع، يا راجل قوم يا راجل. وادي كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي في الزمن الجميل ومحللنا هنا في قناه الاهلي. وادي انذار لعمر معوض، تاني انذارات اللقاء للنادي الاهلي. وده انذار لمين؟ الانذار اللي بره ده بقى هل لكابتن سامر ولا لمين؟ شكله كده كابتن سامر، يبقى كابتن سامر عبد الرحمن انذار كمان. هنا اهو عدى بيها محمد السيد. لا تمام بصراحه، يعني عمر معوض ما كانش ليها لازمه، انذار بلا داعي. ادي الفاول الزملكاوي على حدود 18 النادي الاهلي، وهنا فارس يا ولد استلم وشتت واحده عاليه، بيعمل حسام عادل يعني محاوله لكن بعيده بعيده بعيده، عمل سبرنت قوي جدا بس ما يعني هي سهله، اقرب لها رياض زكريا حارس المرمى. 31 دقيقة، نص ساعة من عمر اللقاء والشوط الأول، الأهلي واحد الزمالك لا شيء. في شوط كان ممكن الأهلي يبقى فيه هدف واثنين وثلاثة، مش هدف بس، فرص وانفرادات أكيدة للنادي الأهلي ضيعها. برضه الزمالك ضاع منه فرصتين، لكن بتألق عمر كامل 10 على 10 بصراحة، قدر إن هو يحافظ على شباكه نظيفة. ودي أدم سمير وضربة حرة للنادي الأهلي. ادم سمير اهو، وادي التدخل هنا من مين؟ ده كان ايمن عبد العزيز.
صفار طارق مجدي. يعني كابتن سامر خد انذار خلاص بقى. هنا كابتن طارق مجدي جاي بيتكلم مع كابتن سامر. ادي هنا الحوار. ودي كابتن احمد رؤوف بخبره بقى اهو بيتكلم مع كابتن طارق مجدي وبيحتمل الموقف. خبره برضو كابتن طارق مجدي، راجل من حكام الدرجه الاولى والممتاز، يعني عنده الخبرات عشان كده بيهدي الجيم. ادي كابتن سامر، الحماس مطلوب عشان يتنقل للولاد، عشان تبدا الولاد تركز. عابدين يشيلها عاليه وطويله لعمر معوض، ترجع تاني من نادي الزمالك توصل لمحمد السيد يعلي في نص ملعب النادي الاهلي، استلام من زياد مبروك تطول منه وتطلع لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. ادي الاوت، ادم سمير لف بيها حلو، حط لعمر زكريا، العب السهل بقى يا عمر على طول. ادم سمير برافو، سلم على طول يا ادم، تمام كده. حط واحده حسام عادل، حسام حط لهشام مصطفى على حدود 18 نادي الزمالك من ناحيه اليمين، هشام ينزل يا ولد، حد حلو، التسديده ولكن تمر لضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. ادي رياض زكريا، وادي اهي هنا كره هشام مصطفى، عدى حلو يا ولد وسند وخد القرار، بس هو كان لازم برضه ياخد اللقطه الاخيره. هي الكره ايه؟ قرار. خدت القرار وبصيت هعمل ايه؟ هباصي على الارض، هشوط على الثلاث خشبات، لازم ابقى واخد اللقطه الاخيره عشان اعرف اوجه ازاي. ادي الكوره مع نادي الزمالك على طول في نص ملعب النادي الاهلي، محمد السيد يسند ليه علي احمد جوه 18 نادي الاهلي، اوعى دي وتعدي تمر الخارج الملعب ضربه مر. نادي الزمالك يمكن مركز في اكتريه هجماته هناك من ناحيه فارس، عارفين ان فارس بيزيد. ادي الكره اهي، وادي ايمن عبد العزيز، ادي عابدين، وادي الكوره قدامنا اهو، عابدين وعمر زكريا، وادي مازن، وادي الحضور من اعضاء بقى النادي الاهلي والجماهير اللي بتتابع. وادي الضربه الركنيه الزملكاويه الرابعه في اللقاء، جاي يلعبها مين؟ محمد السيد على طول على الايمن القريب يعلي مازن، عمر كامل هيلحق لحق. عمر برافو يا عمر، برافو يا عمر، برافو يا عمر، الله الله، ضربه حره. هنا عمر كامل بيتكلم بقى مع طارق مجدي بيقول له ينفع كده، بس هو لاعب نادي الزمالك عبد الرحمن علي بيعطل اللعب، فاول تكتيكي عشان ما يلعبهاش على طول عمر كامل. المره دي عمر ما سندش العابدين، سند لمازن، مازن ادم سمير، مازن فارس يا ولد، عدى حلو، عدى حلو على طول ادم سمير، طول واحده لعمر معوض، يلا يا معوض بس لازم تاخد بالك عندك انذار تشتيت دم الزمالكاوي ابراهيم عادل، لكن يرجع عبد الرحمن ويقطع وابراهيم عادل، وعلى طول الكره تخرج لضربه حره. ادي هنا اهو 10 عبد الرحمن كمال مكتوب على ظهره مورجن، وادي بقى مشرف على قطاع الناشئين الاهلاوي بيتابع اللقاء، كله بيتابع لقاء مهم، ديربي اهلي وزمالك في اي مرحله في اي لعبه، ديربي كبير اكبر ناديين في مصر. ادي كوره طوليه على طول، وادي هنا اوفر لنادي الزمالك من وسط الملعب بشكل غريب قوي من احمد حنفي، لسه كوره ولكن هنا في صفاره من عبد العزيز حسن، هنا تسلل بقى ولا ضربه حره. بروكيتش كان بيتابع اللقاء، قاعد الراجل لوحده بيتفرج، مايكل بروكيتش بيتابع، يهم طبعا تكتيك المحطوط التنفيذ الخطه. وادي الدنيا اهي وضربه حره، ولكن ادى ادفانتج او ادى تحت فرصه طارق مجدي مع النادي الاهلي، ترجع تاني الكوره مازن، عمر كامل، عمر على الارض لمازن، ادم سمير استلام بعقل، ايوه كده سلم من رجل الرجل السهل. ادي الكوره ماشي ادم، عدى بيها ادم، طولت لسه بنقول السهل يا عم ادم، توصل لنادي الزمالك، ضغط هنا من حسام عادل، اين اللي عادل؟ تمام يا ابني، حط واحده حلو لتوأم ابراهيم عادل، باص اهو عمر معوض سهل، لكن هو الراجل لازم يكشف برضه وهو بيستلم يشوف الملعب، هو لكن حط السهل والاقرب لكن يقطع ديفنس نادي الزمالك. رياض زكريا عاليه نص ملعب النادي الاهلي، فارس يرد
ترجع تاني لنادي الزمالك يموه زياد مبروك توصل ليه عبد الرحمن كمال او مورجان زي ما مكتوب على التيشيرت. على طول الكوره لحسام عاشور استلامه خطر الكوره دي لازم هنا حد يميل مع زكريا. ادي العرضيه خطر خطر اوعى اوعى والخارج الملعب ضربه ركنيه نادي الزمالك هي الخمسه. لازم هنا عمر زكريا حد يميل معاه سواء من نص الملعب بقى يرجع شويه معوض او عابدين هيميل بس كده يبقى في مساحه ورا عابدين يبقى لازم حد من نص الملعب يزني ينزل. ادي الاعاده للعب ايه والتدخل هنا من فارس تطلع لضربه ركنيه لنادي الزمالك هي الخمسه المره دي من ناحيه الشمال في نص ملعب النادي الاهلي. ادي الركنيه تتشال على طول. وتتلعب ترجع تاني بنص الملعب للنادي الاهلي. هشام مصطفى عدى هشام عدى هشام ولكن ضربه حره هنا موجود على طول من محمود السيد في نص ملعب نادي الزمالك من ناحيه الشمال. ادي هشام مصطفى اهو عدى من محمود السيد والضربه الحره لهشام مصطفى جه بيها ناحيه الشمال المره دي هو واخد ناحيه اليمين بدايه الشوط. يوسف اسلام على التنفيذ للضربه الحره الاهلاويه. لسه يوسف يوسف عاليه وطويله عند رياض زكريا يطلع يمسك تقع لسه تشكيل مفيش حد مكمل من النادي الاهلي. ترجع كره في قلب الملعب يا ولد فارس فارس مضغوط على فارس فارس يا ولد يا فارس 10 على 10 يا فارس يا احمد يا ابني شالها كويس كمل عمل التاكلنج 10 على 10 قدر ان هو يوقف انطلاقه علي احمد لخارج الملعب اوت. ادي اهي شوفوا حضراتكم لعب الصح جدا على الكوره 10 على 10 ما فيهاش كلام الراجل عامل الفرمله والتاكلنج طلع بمبدا من اللي يفوت يموت يشيل لخارج الملعب على طول اوت لنادي الزمالك. وقع على الارض ده لاعب من نادي الزمالك وقع وطارق مجدي وفي انذار مش عارفين بقى الانذار لمين هل لزياد مبروك ولا لمين ده مين اللي على الارض ده كان ايمن عبد العزيز. ايه هنا فارس احمد اللي خد الانذار. انذارات لحد دلوقتي كلها من نصيب لعيبه النادي الاهلي لازم لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها. ادم سمير ومعوض وفارس احمد والكابتن سامر خد انذار كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني اوت لنادي الزمالك في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال. تتلعب عند علي احمد لنادي الزمالك عايز يعدي لكن يا ولد فارس يقطع فارس ترجع دربكه تشتيت موجود تعلى كوره خرجت ولا لسه حسام عادل لا طلعت طلعت فين طلعت بره خالص اوت لصالح نادي الزمالك. انت وادم انت وادم يوسف لسه الاوت طويله لنادي الزمالك وهنا داخل علي احمد وترجع كوره تاني اوت لنادي الزمالك. 40 دقيقة من عمر الشوط الأول الأهلي واحد الزمالك لا شيء من الدقيقة 9 برأسية حسام عادل. أدي الكرة تانية جوه ال 18 يشيل ده عابدين ولا مين هو عابدين برافو يا ابني شالها لخارج الملعب على طول أوت لصالح نادي الزمالك. ده اللي بنقول عليه ما بيتفلسفش شال صح على طرف من الطروف ما ردش لقلب الملعب لأن لو رد تبقى فيها مشكلة. الساك الصح دايما يشتت على الأطراف عشان ما يرجعش الهجمه او ما يردهاش او ما يخلقش فرصه ممكن تعمل عليه خطوره. ضربه مرمى عمر كامل نجمه من نجوم اللقاء حتى الان سلم لعابدين عابدين المره دي طول قال بلاش بقى الزمالك ضاغط بلاش من رجل الرجل هنا ادي ابراهيم عادل تتشال الكره من ديفنس نادي الزمالك يوسف اسلام يوسف حسام عمر معوض سند واحده يلا يا حسام عادل ايوه المره دي اظبط بقى اظبط بقى توصل الكره هنا عند عبد المجيد علي عبد المجيد يشيل اوت لصالح النادي الاهلي. ادي اهو علي عبد المجيد اتقطعت كويس هنا وادي الاوت هيلعبوا عمر زكريا اوت اهلاوي عمر لادم سمير استلام حلو ادم احلى الفارس احلى عايز يعدي يوسف اسلام بعقل على صدره دي صعبه
ادي الكوره لسه بقول دي صعبه صعبه ليه؟ العب سهل، وقف كورتك يا عم يوسف لوحدك، اسند على الارض، ادي الكوره تاني ترجع، فكره التسديد موجوده والتشتيت من ديفنس الزمالك، اوعى المرتدات، زياد مبروك وعمر زكريا يقطع، يوسف اسلام تعلى، زياد مبروك ترجع تاني ترجع تاني، خدها زياد مبروك من وسط الاثنين، ينفع كده؟ ادي الكوره تمشي، هجمه نادي الزمالك خطر من ناحيه الشمال، مرادي برافو، عابدين ميل وعمر معوض رجع، ده اللي بنقوله، لازم حد يسند الناحيه دي مع عمر زكريا، برافو، ويشيل هنا هشام مصطفى. خلاص مهم بقى ان انا اطلع الشوط الاولاني متقدم بهدف ده، احافظ عليه. ما زودتش يبقى ما يجيش فيا، ادي الكوره، عابدين ضاغط على ايمن عبد العزيز، صح كده ما يعديش، برافو برافو، برافو عابدين. شالها كويس عابدين، بيقرا كويس، ما بيبيعش نفسه بلغه الكوره، يعني الولد بيستنى بيلعب على الكوره، ما تمويهه الفرود ولا مين، لا ما بيروحش مع جسم اللعيب، ادي الاول تتلعب، ايمن عبد العزيز، عبد العزيز وادي ضربه مرمى صح تخبط في رجله من ادم سمير، اديله انذار يا طارق، ما تجيبهاش كلام، ده انذار لان لازم اللعيب بقى ده انت لسه صغير، الكلام ده لسه بدري قوي عليه، حد بيشوف كوره كده يا راجل، يعني احنا بنلعب في دوره رمضانيه، ينفع كده؟ ولاعيبه منتخب، الكلام ده في ماتش دولي ازاي؟ انذار لايمن عبد العزيز من نادي الزمالك. صح الجهاز الفني اهو من بره صح نادي الزمالك ان ده شكل تربوي بقى، هنا دي تربوي لان العيب من الصغر لازم يتعود قرار الحاجه بخلاص، هي الكره جت في رجلك اذا كان انا شايفها من هنا من الكابينه يا راجل. ادي الكره النادي الاهلي، يوسف اسلام قصيره ولكن عابدين يا ولد ما هو حلو واستلم وبعقل سند في اليمين، العب السهل تمام كده، نزل لعابدين تاني في قلب الملعب، استلامه ادم سمير، ماشي كوره كده تمام بالرجل الرجل مش مستعجلين، ادي الكوره طوليه واحده حسام عادل، حسام زق ده ابراهيم عادل المره دي الاثنين توأم بقى، ولكن اللي بيفرق 17 و6، ادي ركنيه اهلاويه من ناحيه اليمين في نص ملعب نادي الزمالك، وادي ابراهيم عادل ادي اهو، بس ابراهيم بيتصرف في الكوره اهدى من حسام، حسام سريع عايز يروح بتاع ابراهيم بيصبر وبيستد وبيروح على الكوره كويس، طبعا كل التحليل الفني اكتر واكتر مع كابتن اسامه حسني باستاد الاشبال وضيوفه نجم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد حشيش ومحللنا الدكتور احمد سابب بين شوطين اللقاء، ادي ركنيه تتلعب ترجع، اوعى المرتدات خطر، ولكن يا ولد ادم سمير يقطع سند لحسام عادل، حسام شوف ده اللي بقوله بقى، هنا ابراهيم في الباس دي اهدى من حسام، حسام بيستعجل، ادي الكوره فارس احمد يشيل لخارج الملعب اوت لصالح نادي الزمالك، هل يا ترى هنشوف وقت بدل ما نضيع قد ايه؟ هنشوف احنا خلاص اهو في الدقيقه 45 لسه هنشوف بقى الوقت بدل ما نضيع قد ايه، هجمه النادي الزمالك من ناحيه الشمال، ايمن عبد العزيز خطر 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 تخبط لسه عابدين ما يلحقش تطلع لخارج الملعب، ضربه مرمى ادي الراسيه من علي احمد، ايه اللي جايبك هنا؟ اهي ده حسام عادل نزل والله بيغطي جوه ال 18، هنشوف بقى الوقت بدل ما تضيع قد ايه، الاهلي واحد من الدقيقه 9 براسيه حسام عادل من عرضيه عمر معوض، وادي عابدين يطول ترجع تاني في نص ملعب نادي الزمالك، دخول بقوه من وسط ملعب نادي الزمالك على يوسف اسلام، ياخدها هشام مصطفى توصل لفارس، فارس لحسام، لا ده ابراهيم عادل المره دي، ابراهيم لعمر زكريا، عمر عايز يعدي اتقطعت من نادي الزمالك يا ولد، حلو الفكره من يوسف اسلام، هنا عابدين عامل العمق وبيبص بيشوف مين جاي له، زياد مبروك رجع لعمر كامل بعقل قوي فتح له صح كده عشان يسلم ويستلم بهدوء، صح يا ابني كده ماشي عابدين، مش مستعجلين يا احمد يا عابدين، بعرض الملعب لمازن بالراحه مش مستعجلين، دخلنا في اول دقيقه بالوقت البدل متضايق ترجع، ادي مازن تاني هيحط العابدين، قرب عليه زياد مبروك، لسه مازن مع الكوره، بدانا في الدقيقه الاولى اهو خلصنا الدقيقه الاولى، دخلنا في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل متضايع، عاليه كره وطويله في نص ملعب نادي الزمالك من ناحيه اليمين، تشتيت باوت لصالح النادي الاهلي، لسه الاوت هيلعبه فارس احمد، فارس هتاخد مع هشام، خرجت ما خرجتش ما فيش اشاره من عبد العزيز، ترجع تاني حكم مساعد الحكم التاني عبد العزيز حسن، هنا الباس من
حسام عادل تتشتت من ديفنس الزمالك على طول، كرة عالية وطويلة. مازن، مازن يا ولد، الاتنين هو وعابدين عاملين العمق 10 على 10. قبل ما توصل الكرة لحسام عاشور فروق نادي الزمالك، عابدين ماشي عابدين، ولكن هي بالفعل صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف لحسام عادل في الدقيقة 9. سعدتني أكون مع حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. استراحة قصيرة والميكروفون سريعا يطير للكابتن أسامة حسني باستاد الأجبال، وليه عودة مع حضراتكم مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني، فإلى ذلك الملتقى. مرة ثانية أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يعود إليكم مع بداية انطلاقة أحداث الشوط الثاني من الأهلي والزمالك، ديربي مواليد 2006. شوط أول انتهى بتقدم أهلاوي برأسية حسام عادل في الدقيقة 9. استمتعنا مع استاد الأجبال والكابتن أسامة حسني والكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت بأهم ما دار في الشوط الأول، وسريعا كده نظبط ساعتنا مع طارق مجدي، وضربة بداية شوط ثاني هتكون مع النادي الأهلي اللي هيكون موجود على يمين الملعب بالتيشيرت الأحمر والشورت الأبيض الشراب الأحمر، الزي التقليدي للنادي الأهلي. أما الضيوف النهارده نادي الزمالك بالأبيض بخطين حمر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، موجود مع انطلاقة الشوط الثاني على شمال الملعب بملاعب الناشئين بأهلي مدينة نصر. شوط أول ما شفناش بقى فيه إلا هدف، الأهلي كان يقدر يعزز ويسجل أكتر من هدف، ولكن هنشوف مع الشوط الثاني كلام كابتن سامر عبد الرحمن ما لعبته إيه. مفيش تغيير، مفيش تعديل، مفيش تبديل، كما كنت بنفس التشكيلة. عمر كامل في حراسة المرمى، مازن أحمد وأحمد عبدين اتنين مساكين، ودي الهجمة الأهلوية. عمر معوض عايز يروح ولكن مقطوع، على يمينهم عمر زكريا وشمالهم فارس احمد، وسط الملعب هشام مصطفى وادم سمير ويوسف اسلام وعمر معوض، والقوى الهجوميه ابراهيم عادل وحسام عادل. يا ولد يا معوض، عمل العرضيه ارضيه تشتيت زملكاوي، تلاقي هنا السنده، التسديد فين؟ التسديد فين؟ متاخر فارس احمد بعدت عنه. تشكيله نادي الزمالك مع محمد عمر النور بادئ الشوط الثاني بنفس التشكيل، ما شفناش اي تغيير ولا تبديل ولا حاجه. جنه رياض زكريا في حراسه المرمى، قدامه اثنين عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد، على يمينهم علي احمد، على شمالهم احمد حنفي، وسط الملعب عبد الرحمن كمال، محمد السيد و السيد اسامه ومحمود السيد، وموجود معاهم زياد مبروك واحمد ايمن عبد العزيز. اوت اهلاوي، عمر زكريا جاي يلعبه على حدود 18 نادي الزمالك من ناحيه الشمال. ادي العرضيه جوه ال 18، موقف هنا عبد المجيد لوحده تماما، مسك نادي الزمالك ويشتت، يوسف اسلام يجيبها للنادي الاهلي، ينزل بيها لعبدين، احمد عبدين بعرض الملعب لمازن، مازن سند لعبدين تاني، عبدين هو بدايه الجمله الاهلاويه اللي بتبدا، لكن المره دي ريح اللعبه ونزل بيها لعمر كامل. لاعب منتخبنا القومي عمر كامل، ومع عمر سيد معوض وابراهيم عادل ويوسف اسلام وهشام مصطفى واحمد عبدين وعمار وليد وحسام عادل. دي قايمه الاهلي او لعيبه الاهلي اللي بتلعب ضمن صفوف منتخب مصر 2006. تمن لعيبه. لسه عمر كامل مع الكوره، عمر يشيل تعلق، شال عمر كورتين في الشوط الاول 10 على 10، ولكن الراسيه اللي لعبها ايمن عبد العزيز تصدي لها كويس قوي، عمر كامل وشالها. اوت اهلاوي، ترجع الكوره عبدين، علا واحده في نص ملعب نادي الزمالك عند حسام عادل، وعلي عبد المجيد يشيل، لسه ما خرجتش، يكمل محمد السيد، ترجع كره تاني طويله الكوره، عبدين بيحل قبل ايمن عبد العزيز وطالع عمر كامل من مرماه، يشيل عمر ويشتت، ترجع تاني مع نادي الزمالك يجيبها الاهلي، ترجع دربكه توصل على طول واحده عند السيد اسامه، السيد يعكس اللعب لمحمود السيد، نقله حلوه يا ابني، غير الملعب حلو على حدود 18 النادي الاهلي، سند لسه انطلاقه، اوعى العرضيات احمد حنفي، ولكن في الشبكه من بره وتمر، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي وعمر كامل. خلاص باقي لقاءين على نهايه البطوله والاهلي في الصداره، الاهلي فاضل له دجله و اف سي او فاضل له زد، وادي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين للنادي الاهلي مايكل بروكيتش، وادي هنا عبد العزيز حسن مساعد الثاني اللي بيعاون طارق مجدي، ومساعد اول خالد حسام طه رافع الرايه اوت لصالح نادي الزمالك، وهنا طارق مجدي بيشاور لجهاز الطب النادي الزمالك يروح
يطمن. ده مين بقى اللي وقع بره؟ ده علي عبد المجيد ولا مين؟ نزل الجهاز الطبي هو نادي الزمالك. المفروض كان الجهاز الطبي يلف من بره. الكادر تاني مع بروكيتش بيشوف الراجل، وادي هنا محمد عمر النور ابن الكابتن الكبير واحد نجوم مصر ونادي الزمالك كابتن عمر النور. ادي هنا اهي ده علي احمد في اللعبه دي مع معوض. هجمه نادي الزمالك، ادي علي يطول زياد مبروك جوه 18 النادي الاهلي. لكن برافو يا مازن، هايل يا ابني، شالها لخارج الملعب اوت لصالح نادي الزمالك على حدود 18 النادي الاهلي من ناحيه الشمال. جاي يلعبها محمود السيد، محمود لعبها طويله زي الكورنر جوه 18 النادي الاهلي. مازن يكمل، تتشال الكره في نص ملعب النادي الاهلي، استلام مش حلو من احمد حنفي، قصيره قصيره قصيره، لكن هنا التغطيه كويس، علي عم جيد يغطي قبل حسام عادل وتطلع الكره ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال في نص ملعب نادي الزمالك. خمس دقائق اولى من انطلاقه الشوط. لا يا ابني فارس يا ابني اصحى بص وراك. الثاني والدقيقه 50 من عمر المباراه، اللي كان بره علي عبد المجيد ونزل، ترجع الكره لعمر زكريا، عرضيه عاليه جوه 18، يلا عبدين يلا عبدين، جون جون عملها عبدين، قال لك انا عندي كوره مساك صحيح بس بنكهه المهاجم عبدين. عبدين على طول ببط رجله والقايم تعاطف معاه والكوره بتحبك يا عبدين. الثاني للنادي الاهلي، شوفوا حضراتكم اهي ساقطت لقاها تحت رجله، ما تفلسفش الولد ركن والقايم خدمه، جون 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 الثاني للنادي الاهلي. احمد عبدين مع الدقيقه كام؟ 51 يضع الهدف الثاني الاهلاوي احمد عبدين. ادي كابتن سامر اهو يقول تمام، بيستغل في جمله بتتعمل في العرضيات دايما على القايم البعيد ونجحت المره دي، طبت قدام عبدين خدمت والنبي ابن الهديه وعلى طول الولد ركنها والقايم يتعاطف عشان يبقى الثاني للنادي الاهلي. اتنين الاهلي لا شيء الزمالك. ادي كور استغلال الفرص مهم، ده اللي قلته الشوط الاول، الاهلي جاله فرص جاله انفرادات لكن انهاء الهجمه هو اللي كان فيه الكلام. ادي استلامه فارس فارس طول حسام عادل، حسام اتاخر شالها علي عبد المجيد ويشيل لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. فارس يلعب ليه؟ ابراهيم عادل، ابراهيم سند لفارس اتاخر ما ربطش معاه لكن ديفنس الزمالك يتدخل عشان تبقى ركنيه اهلاويه المره دي من ناحيه اليمين. هدف بدري بدري زي الشوط الاول، الاهداف البدري بدري دي بتقدر ان هي ايه تهمد الخصم، تهمده يعني ايه؟ يعني بلغه الكره كده يبدا يحس ان ايه بدل ما كنت بلعب على تعويض هدف دلوقتي بلعب على اثنين، بتبقى فيها نوع من الاحباط شويه. ادي الركنيه الاهلاويه، وادي طارق مجدي حكمنا، وادي مازن، يوسف اسلام، وحسام عادل، ترجع الكوره، فارس احمد يا ولد يا ولد، شالها مره واحده حلو فارس، تتشال الكوره، هيلحق عبد الرحمن ما يلحقش، عبد الرحمن مورجان عبد الرحمن كمال لاعب الزمالك، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. على حدود 18 نادي الزمالك من ناحيه الشمال. عمر معوض يستلم ويسدد ليه عمر زكريا، عدى حلو زكريا، عرضيه سهله ومقريه، يشيل علي عبد المجيد، ترجع ادم سمير تعديه لسه ادم، لكن تدخل من لعيبه نادي الزمالك هنا على طول يعليها محمد السيد في نص ملعب النادي الاهلي. مازن موجود، توصل يوسف اسلام، يوسف العب السهله ايوه من رجل لرجل على طول واخلص. هنا اهو ادي هنا حسام عادل عايز يعمل الباس ولكن في النهايه تلقطها في الكوره ماشيه مع نادي الزمالك. تاني ضغط اهلاوي جابها يوسف، هنا فارس اتاخر، ترجع ادم سمير لعبدين، اتصرف بقى يا عبدين هو اللي عنده الحل، شالها طويله صحيح في نص ملعب الزمالك ولكن تطلع لخارج الملعب اوت. هو ده الحل، في فرق كبير قوي ما بلعب وانزل الكره وعندي اتنين مساكين عندهم كوره زي عبدين ومازن، يفرق كتير قوي مع اي خط ظهره مع حراس المرمى. ادي عبدين هنا دخل على طول بمبدا اللي يفوت يموت وضربه حره لصالح نادي الزمالك. ادي الكوره اهي، ده مين؟ ده محمد السيد، ضربه حره نادي الزمالك، جاي يلعبها علي عبد المجيد بشماله في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين. هدف في الدقيقه 9 في الشوط الاول وهدف في الدقيقه 6 في الشوط الثاني من بدري بدري كويس كده، لكن لازم بقى استغلال الفرص يبقى ليها ثمن،
ادي الكوره لنادي الزمالك قطار، وادي القلشه لسه محمد السيد. يا ولد يا عابدين، يا ولد يا عابدين، اتدخل في الوقت والمكان والزمان المناسب وينقذ انفراد لنادي الزمالك، والخارج الملعب ضربه ركنيه للزمالك هي الاولى في الشوط الثاني والسادسه في اللقاء. هنا القلشه سقطت، لقاها الراجل قالش مش مباصي، وهنا على طول عابدين قال له بس عندك رايح فين، شالها لخارج الملعب ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. هذه ركنيه اتلعبت وبقت ضربه حره. ترجع الكورة طارق مجدي بيرجع المسافة من هشام مصطفى ومن حسام عادل، هي اتلعبت ورجعت. اوعى التسديد ده خطر 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 خطر، وعمر كامل ويشيل على طول يوسف اسلام وتشتيت خطر في جمله برضو زي ما الاهلي كابتن سامر محافظ لعبته، محمد عمر النور محافظ لعبته في الزمالك، دي خطر. وعمر كامل هايل يا ابني من نجوم اللقاء ما شاء الله عليك. عمر معوض استلام بدوران حلو وعلى عند ابراهيم عادل، ابراهيم عادل خدها، برافو ابراهيم، برافو ابو خليل، جاله اخوه توامه حسام سند. هنا بدا الفرق بين الاثنين، ابراهيم بيستلم وبيوقف، وحسام بدا يهدى ما يستعجلش، يعني كان عنده الميس باس كتير شويه او الخطا في التمرير كتير، اهو بيعتمد على نفسه، ملهاش عازه ملهاش عازه تماما. قرب له هنا كان جاي له فارس، ما حطش لفارس ولا حط لابراهيم وطلع بيها اوت، اتلعبت ضربه المرمى. عبد الرحمن كمال يعكس اللعب، حلوه نقل اللعب عند زياد مبروك، استلام حلو من زياد مبروك، ضغط احلى من فارس، يا ولد يا فارس، لكن عدى زياد، زياد على حدود 18 النادي الاهلي يا ولد. يوسف يقطع لابراهيم عادل، الاهدى شويه من حسام اخوه. ادي هنا تدخل من السيد اسامه من نادي الزمالك، اوت لصالح النادي الاهلي. 56 دقيقه من عمر اللقاء و11 دقيقه من الشوط الثاني، الاهلي 2 الزمالك لا شيء. في لقاء الاهلي بيبحث عن انهاء بطوله الدوري، اي نتيجة للمقاولين مع غزل المحلة غير المكسب هيبقى كده نقول مبروك للنادي الأهلي من النهاردة ونخلص. عابدين أحمد عابدين، تفتكروا سكرات لاعب البرازيل في التمرينات بقى ده كان لعيب إيه؟ ستايل عابدين مقارب منه كده وعنده الكرة بتاعته، بس طبعا سكرات عنده من الخبرات الكتير، لسه عابدين صغير بس ستايله كده لعيب هادي ما بيستعجلش، عنده كرة وأحد مدافعي منتخبنا كمان لمواليد 2006. ادي الكورة تستناد علي عبد المجيد، علي 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 ماشي، النادي الزمالك ضرب لخمة اتقطعت، فارس فارس رجع تاني، فارس خدها، فارس ماشي هجمة اهلاوية، حط الادب سمير، لو في البعيدة يا ادب يبقى فيها كلام، اتأخرت هنا القرار بقى، لكن كل ده نقول مع الخبرات يجي هنا القرار، سندة في التاني احجل واحط في البعيدة وزي ما تيجي، بس يبقى هو ده القرار. ادي الاوت اتلعب لحسام عادل بيستعجل على طول، ادم سمير ادم سمير محدش هيستناك هنا، محدش هيستناك هنا. ادي كرة مقطوعه من ديفنس الزمالك توصل تاني، لكن ضغط اهلاوي يا ولد، ابراهيم عادل العاقل، ابراهيم هيحط لاخوه، هيعمل حساب هيعمل حساب، وبعدين ها رجع، وبعدين يا راجل يا راجل يا راجل بالاول، ولكن تشتيت دربكه دفاعيه في دي 18 الزمالك وتتشال من هشام مصطفى. هنا ابراهيم عادل رايح بيقول له وبعدين وبعدين، صح ابراهيم ما بيطمعش، انا محسام بحاسه الفرو والطماع، بس لازم العب صح. يعني ايه العب صح؟ يعني فرصه اسد الثاني لابراهيم، ابراهيم لو اتزنق هيدي لهشام مصطفى قدامه المساحه يسجل. ادي الاوت الزملكاوي تتلعب طويله، هنا عايز يعدي ايمن عبد العزيز، عدى 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 ماشي، وهنا الكره على طول التغطيه الاهلاويه من مازن ومن عابدين تنقطع وترجع، لسه استلامه يا ولد يوسف اسلام، اتاخر فيها سند. ادي ابراهيم عادل، ابراهيم حط، ايوه المره دي بقى اهو حسام سمع الكلام اهو، ادي حسام حسام، ولكن رجع زياد مبروك خدها وضغط من حسام اوت لنادي الزمالك. وينفع تاكله خناقه في البيت؟ ادي محمود السيد والاوت الزملكاوي، تتشال الكوره ترجع تاني على طول استلامه، ادم سمير في قلب ملعب نادي الزمالك يفتح اللعبه هناك لعمر معوض، معوض لسه بيشوف يا ولد، حته شراب كده علقها حلو سقطها لادم سمير، ادم عرضيه سهله قوي، ادم سهله، هشام مصطفى اهو استديتهم الكره لتحت عشان هشام يتصرف،
يقطع رياض زكريا حارس مرمى نادي الزمالك وتجيله سهله الكوره، يلعب الضغط بين يوسف اسلام على علي احمد، تطلع اوت للزمالك. ادي كوره تاني تتشال ترجع على طول، استلام ابراهيم عادل، ابراهيم لحسام تيلش ترجع تاني يا ولد يوسف يا اسلام، تاني لحسام على طول في القلب ادم سمير، صح كده امشي كوره من رجل لرجل وقرب المسافات والكره اللي تتحرك مش اللعيب اللي يتحرك. ادي الكوره اهي على طول انقل يوسف احلى هشام، التسديد فين؟ التسديده فين؟ هتروح فين يا هشام؟ هتروح فين يا راجل؟ سدد يا راجل، انت عايز تركنها ما تجيش، تتشال على طول من ديفنس الزمالك بقالش. حصار ضغط احمر بلون فانيله النادي الاهلي والتقدم بهدفين، هدف الشوط الاول وهدف الشوط الثاني. ادي الكوره يشيل احمد حنفي يقلش اوت اهلاوي. عمر معوض بعال قوي يرجع بيها تاني على طول، استلامه ادم سمير، لو عكس اللعب الفارس يبقى يا سلام، لكن نزل بيها عند عبدين سقراط الديفنس الاهلاوي، حط المازن يلا بص على حسام، بص على حسام على طول، تتشال طوليه حلوه من فارس لكن لا قطع عليها ابراهيم ولا حسام وتمر لخارج الملعب، ضرب مرمى لصالح نادي الزمالك ورياض زكريا. ساعه او ربع ساعه من الشوط الثاني وساعه من عمر اللقاء، اثنين الاهلي لا شيء الزمالك. في اللقاء نقدر نقول الفرص السهله اللي بتروح من فراوده النادي الاهلي، مازن بعال قوي لعبدين على الارض، استلامه يوسف، عمر زكريا لعيب حلو، عمر زكريا ده عنده كوره، عبدين يقول اتصرف بقى يا عم عبدين، طولها انت رجعها شوف هتعمل ايه. ادي الكوره اهي، ادي الكوره اهي، عدى عبد العزيز جوه ال 18 ومازن والتاكلينج موجود خلاص، صعب الاثنين قاطعين ميه ونور، مازن من ورا عبدين او العكس بيقدروا يلموا بعض على طول في خط الظهر. هنا طارق مجدي بيقول لايمن عبد العزيز عندك انذار من الشوط الاول، اي اعتراض هطردك. تضغط تاني من عبدين في تفنس النادي الاهلي، ترجع في القلب يوسف اسلام ولكن هي هاندبول او لمسه يد لصالح نادي الزمالك. محمد سيد قلت لحضراتكم الاهلي الاول بفرق 3 نقط عن المقاولين، الاهلي 67 المقاولين الثاني 64 يليهم زد 59، زد بعيد عن المنافسه حتى لو لسه ليه قائم بست نقط هيبقى كام؟ هيبقى 64 خلاص بعيد، هو المنافسه اهلي ومقاولين. ادي العرضيه الزملكاويه وتعدي دربكه لسه خطر يشيل يوسف اسلام تسقط ليه عبد الرحمن تطول ياخدها ابراهيم عادل، فين بقى المرتده السريعه فين؟ ادي ابراهيم حط هشام مصطفى يلا اتش ماشي هشام عايز يطول لعمر معوض، القطع حلوه ولكن ضربه حره هنا اهي على طول، الفاول من الاول لهشام مصطفى في نص ملعب نادي الزمالك لسه اهي. ادي هشام كان مكمل معاه عبد الرحمن كمال او عبد الرحمن مورجان زي ما هو مكتوب على تيشيرته. عبد الرحمن واقع لاعب نادي الزمالك هيقوم اهو سليمه، هو خاف من الانذار وطارق مجدي قال له قوم ما فيهاش حاجه. لهم بقى في 3-4 لعيبه من الزمالك في المنتخب، الاهلي عنده 7-8 لعيبه زي ما قلت لحضراتكم عليهم، عمر كامل واحمد عبدين وعمر معوض وابراهيم عادل ويوسف اسلام وهشام مصطفى وعمار وليد وحسام عادل، وبقول مازن ده بصراحه المساك لازم يروح منتخب مصر بصراحه، ولا كويس قوي المساك وفارس يعني بصراحه في اكتر من لعيب كويس قوي في فرقه الاهلي. ادي ابراهيم عادل استلامه فارس، فارس فارس كان عايز لو اطول شويه بس، في مدربين تقول الطول يفرق معايا والكلام ده، بس هو لعيب كوره كويس اهو فارس الباك ليفت بتاع النادي الاهلي، فارس فارس حلوه يا ابني، حط يوسف اسلام سند هشام مصطفى هيلعب لمعوض ما حطش حطها له في الاخر عمر معوض، عمر زكريا متاخر ادي معوض فتح له عمر زكريا، عمر حط لابراهيم عادل استد وشوط يا ولد لمعوض يا معوض وحسام عادل وجول عملها عادل 3-3-3 الله عليك يا ابني 64 دقيقة الدقيقة 19 الهدف مين؟ حسام عادل
كلاكيت تاني مره، التالت الاهلاوي، محدش احسن من حد. لقاء الدور الاول كان في نادي الزمالك، والزمالك كان فايز على الاهلي 3-1. دلوقتي ثلاثيه نظيفه، واقول اللقاء لسه في جوان كمان لسه. ليه؟ هدف التاني اللي جابه عابدين مع انطلاقه الشوط التاني همت فرقه الزمالك تماما. 3 الاهلي لا شيء الزمالك، ومفيش فار بقى. هو لعيبه الزمالك هيشوف اوفسايد ما فيهاش حاجه يعني، مفيش فار ناشئين طبعا. ادي الحضور من اعضاء بقى النادي الاهلي واهالي اللاعبين بيتابعوا اللقاء. 3 لسه النتيجه حتى الان في مصلحه الاهلي. ادي هشام مصطفى، ادي هشام مقطوعه الكره من ديفنس نادي الزمالك. اهم حاجه افضل مكمل بنفس الجديه. عابدين يشيل من القلب، توصل اسلام سند على طول، معوض حلوة العرضية هيعملها ابراهيم عادل. يقول لك اخويا جاب جونين مش مشكلة، ما احنا توأم واحد، بس هو نفسه يجيب جون بقى النهاردة. ادي زياد مبروك، زياد مبروك استلم واتضغط عليه بعد ما اتزحلق من فارس احمد. عجبني فارس احمد اهو ما شاء الله، الولد الباك ليفت ده. هنا شوفوا بقى لعيبة نادي الزمالك بتشيل على طول، بتصحي بعضها بتقول له قوم. الزمالك الرابع 55 نقطة بعيد عن المنافسة، بس لقاء الأهلي والزمالك ده قصة تانية، نتيجة تانية ملهاش علاقة بالدوري. أدي أيمن عبد العزيز يستلم، حط واحدة على طول استلامة، علي أحمد عايز يعدي لكن ما لسه. الزمالك هجمة دربكة توصل في النهاية لأدم سمير. آدم شالها بعقل قوي آدم لمين، لكن المرة دي شد ديفنس الزمالك. هشام مصطفى يموه، ده كلام حد يموه هنا يا عم هشام؟ ترجع تاني الكرة مع نادي الزمالك، خطر خطر خطر، وتعدي وتمر خارج الملعب جنب الأيمن، خطر قوي يا هشام. هنا ما ينفعش أموه لأن الكرة ساطت لمحمد السيد، لف وسند وسدد مر جنب الأيمن الشمال أهي، لكن معاها برافو يا عمر يا كامل. مستقبل حراسة مرمى الولد ده كويس، بس اللعيبه دي لازم تهتم بقى بالشق البدني، شق الاحمال وشق التغذيه الجيد. ادي كابتن خالد بيبو، كابتن شريف عبد الفضيل بيتابعوا اللقاء. واقع على الارض مين من النادي الاهلي؟ مش باين قدام مين اللي واقع. مهم جدا الشق ده. وادي هنا اهو كابتن سيد معوض، احد ابرز اطراف الشمال اللي جت في تاريخ الكره المصريه والنادي الاهلي، جنبه طبعا جنب كابتن شريف عبد المنعم من نجوم الاهلي في زمنه الجميل، بيتابعوا اللقاء. قايم ده كان مين اللي واقع؟ ده كان مازن احمد هو اللي واقع تقريبا ولا مين؟ خارج الملعب. وادي فارس، يا ابني لو اطول شويه. لعيب باك ليفت محترم، رقم 23 لاعب النادي الاهلي فارس ده، ان شاء الله يعني عشان ما اقولش بنحسد الولد ولا حاجه. يوسف اسلام على حدود 18 النادي الاهلي، يشيل واحده عاليه وطويله سهله تروح لدفنس نادي الزمالك عند علي عبد المجيد. علي يسند للسيد اسامه، السيد موه تاني، هيشوط ولا ايه؟ ما شاطش، سقطها خطر. لا 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 لا، ايه ده مع مين ده؟ وادي الكوره ولسه ولا ترجع تاني، ما ينفعش كده. هنا جري من ورا فارس، وايه؟ كانت هجمه خطا لنادي الزمالك، لازم لعيبه الاهلي ما تهداش. ادي الكوره ابراهيم عادل يزقها، مين هيستلم؟ لكن التشتيت موجود من ديفنس الزمالك. كره خطر جوه ال 18 من ناحيه الشمال، ما حدش كان مراقب الولد جاي ولعبها وعدت بسلام. هينزل 18 يوسف محمود من النادي الاهلي، هنشوفه على حساب مين. ادي الكوره تتلعب وتعلى، يوسف اسلام في وسط الملعب، ترجع تاني النادي الزمالك. هنا عابدين يا ولد شال على طول قبل ايمن عبد العزيز، بمبدا اللي يفوت يموت شال الراجل اهو. ادي عابدين، مهم التوقيت للمدافع جدا في التدخل مع الفرود، لان ممكن الفرود لو زق الكوره والمدافع تدخل تبقى ايه على طول ضربه جزاء. ادي عابدين على مره واتنين يشيل تاني لخارج الملعب او لنادي الزمالك اهو. عابدين مع عبد العزيز على طول، ما بيسيبوش جوه ال 18 تاني الاوت. المره دي يوسف اسلام ميل قبل عابدين، جه حائط صد اول ويشيل، ترجع الكوره هجمه اهلاويه. لو رمى بقى حسام، لو رمى حسام صح يا ابني، يا سلام، قطع 10 على 10 بصراحه من علي عبد المجيد، طار وقفها قبل المرتده الاهلاويه. ده الكلام ده الكره توصل لزياد مبروك من نادي الزمالك تاني. الله الله، عمر كامل اطلع يا عمر خطوه كمان وامن خط ظهرك يا ابني، ما تستناش لان لو مد رجله علي احمد وجابها تبقى مشكله. ادي الكوره مازن، مازن على طول فارس، فارس بعقل قوي ينزل تاني لمازن، مازن هينزل لعمر كامل، شيل يا عمر العب السهل بقى.
ادي الكره مع فارس. فارس علقها حلو لابراهيم عادل، يكمل ابراهيم. تطلع الكره اوت من اشاره طارق مجدي للنادي الاهلي. يوسف محمود اول تبديلات، سامر عبد الرحمن للنادي الاهلي، هنشوفه على حساب مين. ادي يوسف اهو 18 نازل، وفي تبديل لنادي الزمالك، يوسف عمرو نازل. لسه كابتن خالد حسام طه اهو عشان التبديل، هنشوف اللي طالع. هشام مصطفى من النادي الاهلي اول التبديلات مع الدقيقه 70، يعني مع الدقيقه 25 تقريبا، او اهو داخلين على الدقيقه 25. هشام طلع ونزل. يوسف نادي الزمالك، طالع عبد الرحمن مورجان، عبد الرحمن كمان ونزل. يوسف عمرو تبديل هنا وتبديل هنا، عايز محمد عمر النور المدير الفني لنادي الزمالك يقرب النتيجه شويه. الوقت بيمر والاهلي بالثلاثه متقدم. ادي الكره الطوليه على حدود 18 نادي الاهلي من ناحيه اليمين، رايح هناك عمر زكريا، خدها منه السيد اسامه، ترجع الكوره ولكن يقطع يوسف محمود، لسه نازل اهو. يوسف توصل عمر معوض، كورته حلوه عمر معوض برده، بس محتاج يبقى اسرع من كده شويه. ادي الكوره تاني، يوسف اسلام، يوسف اسلام، يوسف اسلام، الفكره حلوه مش مشكله، بس سدد، خد قرار، هو ده اللي بنقول عليه بقى، اللعيب ياخد القرار ولازم يجرب. هو قطع حلو الولد، لسه بدل ما هيرقص وبتاع، لا انه ممكن يسدد، سدد صح، لازم التسديد من حلول السحريه في كره القدم. عابدين يسلم واحده حلوه على صدره، استلامها يوسف محمود، ينزل لعمر زكريا معوض، يا سلام، عايز يعديها حته شراب من علي عبد المجيد، لكن تطول. ادم سمير، ادم لحسام عادل، يتدخل هنا على طول علي عبد المجيد، ترجع تاني حسام، العرضيه فين وبعدين؟ ادي العرضيه، مين مقابل؟ مين مقابل؟ حلوه ابراهيم عادل، حلوه يا ابني الفكره، حلوه، هو ده الكلام. ادي كوره مرتده لنادي الزمالك طويله، مفيش رايه، لا في رايه، لسه بقول مفيش رايه ولا صفاره ولا ايه، ولكن يرفع على طول خالد حسام طه، تسلل على ايمن عبد العزيز. كان سابق عابدين على الارض على طول، مازن يسلم في الشمال، فارس، فارس يا ولد، عدى حلو ولكن مقطوعه وفاول، ما فيهاش كلام يا جماعه، الاعتراض على ايه؟ ادي زياد مبروك، الراجل مش عاجبه، بس هو الراجل عدى حلو، سابها فارس، جاي يلعبها مازن احمد. مازن لسه، مازن على التنفيذ، هيسقطها طويله على حدود 18 نادي الزمالك، حط في اتجاه معوض، عمر معوض بصدره، تسقط لعمر زكريا، عمر بشماله قويه يا عمر دي، فارس ما هي باينه وهي طالعه قويه، هي باينه اوت لصالح نادي الزمالك في نص ملعب الزمالك من ناحيه الشمال. جاي يلعبها محمود السيد لزياد مبروك، يعلي قبل يوسف محمود، هنا فارس مع علي احمد، ترجع الكره لسه، وادي الكوره تاني في نص ملعب نادي الزمالك، ضغط اهلاوي جابها على طول، ادم سمير مع يوسف اسلام، وينزل بيها لعمر زكريا نص ملعب النادي الاهلي، عمر فتح له عابدين، حط ليه ادم سمير، ادم سمير ومضغوط عليه من السيد اسامه ولكن اللي خارج الملعب، على طول اوت لصالح النادي الاهلي. لا ده حسبها النادي الزمالك، طارق مجدي، عابدين يشيل بالراسيه، يوسف اسلام بعقل يستلم ويشتت واحده طويله تاني، يوسف قدر الله، يوسف اسامه هل مش هيقدر يكمل؟ هو كان ولد بيشتكي لكن هو وقع لوحده. ادي كوره يوسف، يوسف لحسام، لو بص بره، لو بص بره، لسه بقول لو بص بره مش ممكن اهو، ادي ابراهيم عادل يمين وهناك عمر معوض شمال، لو بص لبره تفرق. هنا رياض زكريا يلعب الكوره عند محمود السيد، يجيب اوت، قام السيد اسامه، السيد طويله، يرد هنا يوسف محمود في قلب ملعب نادي الزمالك، مقطوعه الكره النادي الاهلي، حسام، حسام عادل، حسام باص مش مفهوم ومش مقري، ترجع تاني الكوره لكن بعقل بصراحه، برافو يا ابني، قطع كويس قوي علي عبد المجيد، بس نادي الزمالك بصراحه بهدوء لعب الكوره وتطول منه. البديل لسه نازل يوسف عمرو، تطلع الكوره لصالح النادي الاهلي.
تبديل تاني اهلاوي هينزل مين؟ عبد الله طاهر. هنشوفه على حساب مين؟ لسه طبعا كابتن سامر بقى بدا الراجل يعمل تبديلات عشان خلاص قال لك النتيجه كده انا تمام، ابدا اجرب لعيبتي بقى اشوف حلول اريح، انا باقي لي ماتشين ومستني نتيجه المقاولين والمحله. ادي هجمه نادي الزمالك يا ولد يا مازن يا ولد ان شاء الله يا ابني. يقطع ويسلم ادم سمير، ادم يطول يشيل على طول ديفنس نادي الزمالك، ترجع يوسف محمود، يوسف على الارض، ابراهيم عادل العائل عدى ابراهيم، عدى ابراهيم ولكن داخل معاه عبد المجيد على طول ويشيل عشان تبقى ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال المرايه في نص ملعب نادي الزمالك. ادم سمير هو اللي هيطلع، انا سامع الجهاز بينادي اهو. هنشوف بقى التبديل لسه ما تمش، ادم اللي جاي يلعب الركنيه من ناحيه اليمين، لسه هنشوف التبديل مين اللي هينزل، عبد الله طاهر مكان مين؟ اكيد بعد الضربه ركنيه. تبديل نادي الزمالك، نزل عبد الحليم احمد مكان مين يا ترى؟ التبديل الثاني لنادي الزمالك هنشوف. عبد الحليم نزل ومين اللي خرج؟ ده خرج مين؟ هل ده اللي هناك ده؟ ده نمره كام؟ ده 8 ولا ايه؟ لو الكادر يقرب شويه مش شايفين، مش واضحه قدامنا. هنا عمر زكريا اللي طلع وعبد الله طاهر نزل للنادي الاهلي. ادي الركنيه تتلعب وترجع تاني الراسيه لسه حسام عادل، مش معقول بقى يا حسام لازم، ده ابراهيم عادل المره دي ظلمنا حسام. التبديل التاني عمر زكريا بيطلع مع الدقيقة نص ساعة أو الدقيقة 75 من عمر المباراة ونزل. عبد الله طاهر الزمالك، عبد الحليم نزل، عبد الحليم أحمد ما شفناش بقى اللي طلع 8 ولا 5 هيبان. بكرة بمشيئة الله إن شاء الله لقاء العودة للنادي الأهلي أمام وفاق سطيف في ملعب 5 يوليو في الجزائر. ورقة وقلم اللقاء محسوم، لكن برضه جدية وإصرار لاعيبة الأهلي ويلعبوا اللقاء كما إن مفيش حاجة تماما، هو ده اللي يخلينا نعبر بأمان في انتظار لقاء الوداد وبترو أتلتيكو. يا عالم جايز بترو أتلتيكو يعملها ويكسب الوداد، كل شيء في الكرة وارد. لقاء النهائي بقى سمعنا في المغرب والكلام ده، ودي الهجمة لنادي الزمالك وزياد مبروك، زياد مبروك جوه ال 18، زياد مبروك وتعدي الكل، مين مكمل؟ مفيش هنا غير يوسف اسلام ويقطع على طول. يلا الكرات دي خطر جدا. ادي الكورة ابراهيم عادل في نص ملعب نادي الزمالك، ابراهيم مشوار ساق حلو يا ابني الباس، يقول لاخوه شوف بديلك ما بطمعش، انما اخوه هيطمع. مشيت مشيت اوهو وادي ابراهيم مش مشيت معاك، لكن بص ابراهيم عادل، بص ابراهيم عادل بيقول له مش ممكن انا غلطان اني بديلك ولا ايه، ولكن هو كده الفروت دايما طماع، هي كده. ادي الكره تتشمل ديفنس نادي الاهلي، ترجع تاني زياد مبروك عايز يعدي، ولكن فارس احمد راجع مغطي مع ادم سمير ويضغط تاني زياد واوت للنادي الاهلي. ادي الكابتن عمرو زكي قطاع ناشئين نادي الزمالك بيحضر اللقاء برضه مع نادي الزمالك. شوفوا حضراتكم هنا اهي، هي الكوره وسع نفسه حلو بصراحه الولد وعدى من علي عبد المجيد، وقفت تحت رجله وخدمته ووصلت تاني. يا راجل بقى ابراهيم اهو وما كانش متسلل، حاول يعمل المتابعه والفولو لكن يمسك على طول ياد زكريا على مرتين. هجمه نادي الزمالك، السيد اسامه يسند واحدة على طول، ده عبد الحليم البديل اللي لسه نازل يلعب عرضية، الكلام كده مش هينفع، النادي الزمالك بينقل عرضية جوه ال 18 النادي الأهلي لازم الضغط أقوى من كده. ركنية نادي الزمالك في نص ملعب النادي الأهلي من ناحية الشمال. وأدي الكابتن محمود الخواجة برضه حاضر مع نادي الزمالك. اللعيبة دي يا جماعة كانت مع منتخب مصر في زمن الكرة الجميل وكابتن شريف عبد المنعم طبعًا. محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته تاريخ للكره المصريه. وادي تتشال الكوره، اوعى التشديد، ولكن هنا طارق مجدي ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لنادي الزمالك. هنا ده مين؟ ده علي احمد في اللعبه دي، مش عارف ضربه الجزاء دي ولا دي، ده علي احمد جاب يعني مش فاهم ضربه الجزاء ازاي ولا دي ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لنادي الزمالك. لسه بقول الضغط لنادي الزمالك، هنا هي الاعاده ان البوكس هنا عمر كامل كمل مع علي احمد، ضرب الجزاء لنادي الزمالك، هي دي حتى كانت اشاره طارق مجدي.
الدقيقة 78 وضرب الجزاء. الدور الأول كان 3-1 للزمالك، حتى الآن كان الأهلي ماشي 3-0، هل يا ترى الزمالك يقدر يعمل نفس النتيجة ويجيب هدف ويبقى 3-1 ومحدش أحسن من حد؟ هنشوف. أيمن عبد العزيز يقول لطارق مجدي الهوا، طارق مجدي هيعمل إيه؟ لازم تثبت الكورة. أيمن عبد العزيز يلا يا عمر، يلا يا عمر. أيمن عبد العزيز وعمر كامل، يا سلام يا ابني يا ابني يا كامل، يا جميل يا جميل يا كامل، والكمال لله صحيح، بس برافو يا ابني، عمل ضربة الجزاء وشالها، قال كده أنا تمام، اسجد لله الشك، صح يا ابني صح، برافو. التركيز التركيز، هو الكتاب بيقول إيه؟ عمل عمر كامل زي ما الكتاب بيقول. أيمن عبد العزيز بيمينه وعلى شماله، شوف هنا بيشجع نفسه بيقول أنا السبب، ولكن حافظت على شباك نظيفة، تمام كده كما كنت، 3-0. ضربة جزاء ضيع لنادي الزمالك، لا حارس زي ما اتعودنا وزي ما كان بيترينا واحنا بنلعب كوره، ويعني الجون نص الفرقه مظبوط، بيدي ثقه، بيبقى عنده الجون دايما ثبات ويقدر يامن خط ظهره، بتبقى اللعيبه بتلعب باريحيه. 35 دقيقه او الدقيقه 80 من عمر المباراه، عمر كامل يا كامل يا كامل، ضربه الجزاء وتصدى لضربه الجزاء، هنا جون عابدين اهو، شوفوا السهل الولد حط السهل، ما تفلسفش، لا وقف ولا لم ولا عمل، سقطت شالها على طول في الجون. ادي كره ابراهيم عادل اهي، بس الجون ده حلو قوي بصراحه، دي الكره دي حلوه قوي، يعني هو حسام عادل في الاخر كمل، بس الجمله من ابراهيم عادل 10 على 10 يا ابني، لعيب كوره دماغ فيها كوره يا ابني، سندها لعمر معوض، ده علقني انا شخصيا، انا افتكرته هيسدد، حطها لعمر حلو وعمر اتصرف، ورياض زكريا برده لازم نشيب بيه جون الزمالك شالها، ولكن حسام عادل موجود ومكمل وجاب الجون التالت. نادي الزمالك واو تتلعب، علي احمد عايز يعدي، فارس يقطع، شيل يا فارس، تمام، حط لابراهيم عادل، الباص السريع يفرق للنادي الاهلي، حلو الفكره، لو عدت لو عدت 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 عدت، معوض يا راجل يا راجل، هو حطها صح لرياض زكريا يقفل، هو حطها صح وخدمت وراحت، ولكن رياض زكريا يتالق ويشيل حارس مرمى نادي الزمالك. لكن فكره الباص 10 على 10، غير الملعب حلو، عمر معوض في مساحه حط الراجل ليه ولكن تتشال. ادي يوسف محمود للنادي الاهلي، باص مقطوعه ترجع عبد الحليم من نادي الزمالك يجيبها تاني على طول، ادم سمير ينزل بيها لمازن احمد، هيسند لعبدين، باص غلط، عبدين هيغطي هيغطي قبل عبد الحليم، ده اللي بنقول عليه بقى 10 على 10 يا ابني، مفيش فلسفه، شيل على طول، انا لسه هقف واستنى، شيلها صح كده مش عيب، يعني دايما المساك او في خط الظهر او في المناطق الدفاعيه دي كوره كده فيها دربكه ومضغوط عليها شيلها اوت، هو عيب. ادي الاوت لنادي الزمالك، تتلعب طويل، عبد العزيز وعابدين، عبد العزيز وعابدين، ولكن عابدين يغطي ويشيل مازن على طول لخارج الملعب، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. ده الانسجام اللي بنقول عليه، الاثنين مساكين بيغطوا على بعض كويس، ده مهم لما كل لعيبه في مركز زي خط الظهر او خط الوسط بتلعب جنب بعضها والمساحات قريبه وفي انسجام بين مازن وعابدين يفرق كتير جدا، وراهم عمر كامل ما شاء الله عليه الولد، كل ده كتر الماتشات بتخلق تجانس على طول وتفاهم. ركنيه نادي الزمالك اللي برضه مش هنقدر نقلل بصراحه، اسم نادي الزمالك فرقه كبيره وفريق كبير، ولكن اللعيبه بتلعب بصراحه ما همدتش، بتحاول تقرب النتيجه حتى بحفظ مال وجه، تقرب النتيجه شويه وبتقدر ان هي تروح. ادي نزل 17 من نادي الزمالك هاني ياسر، هل في تبديل تاني ولا ايه؟ طارق مجدي موقف اللعب ونزل 6 زياد احمد، 4 تبديلات كده لنادي الزمالك. الركنيه تتلعب على ايام قريب وتشتيت، في تبديلات لنادي الاهلي لسه ما تمتش، السيد اسامه، السيد اسامه لنادي الزمالك ياخدها، السيد ضغط حسام عادل، شد حسام عادل، شد حسام عادل، واضحه قوي واضحه جدا، يعني هي باينه من هنا يعني، فباينه جدا حسام عادل الشد مش كده، لسه الخبرات هتعلمه لسه، ما انا بقول لحضراتكم دول بدايه الطريق، 16 سنه ده البدايه. ادي هجمه النادي الزمالك، عبد الحليم وايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز، وهنا طارق مجدي قال ايه؟ مرتده النادي الاهلي، زق
على طول ابراهيم عادل، يلا يا ابو خليل، يلا يا ابو خليل، لا تسلل تسلل، ابو خليل عايز يجيب جون، يقول لك اشمعنى انا، ولكن مش ماشي يا ابني معاك. حسام ما طمعش المره دي، اهو المره دي بكر حسام عادل لازم يطمع، يقف بالكوره عشان التسلل. طبعا كل بقى اللقطات التحكيميه، كل المواقف التحكيميه مع خبيرنا الدولي الكبير كابتن ناصر عباس، هنستمتع بيه مع كابتن اسامه حسني واستاد الاشبال. بس النتيجه كويسه النهارده، الاهلي استغل عامل الارض والملعب والحضور الجماهيري طبعا قدر، والانسجام اللي موجود في تشكيله الفرقه بصراحه. كوره نادي الزمالك تاني، مازن هيموه، هيموه، يا سلام ما موهش المره دي، قطع، شيل يا مازن على طول، تمام مش عيب يا ابني، شيل، مضغوط عليك باتنين تلاته شيلها، انا لسه مش لازم اطلع بالكوره من هجمه، لا هنا موقف اضطراري. ادي ادم سمير، ضغط زملكاوي، خدها نادي الزمالك على طول، محمود السيد، يبقى اللي طلع من بدري كان محمد السيد. اوت لنادي الزمالك، محمود السيد هيلعبها، ادي تبديل اهو للنادي الاهلي، عبد الرحمن عماد ومين تاني، ادي هنا حوار ما بين كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني وكابتن احمد رؤوف. عبد الرحمن عماد وي محمد شريف ومحمد احمد سعد، مكان مين بقى يا ترى؟ لسه التبديلات ما تمتش واحنا واصلين للدقيقه 45، الدقيقه 85 او الدقيقه 40 من عمر الشوط الثاني، لسه التبديل ما تمش. هجمه زملكاويه، العرضيه قويه قويه، ولكن التشتيت برافو ادم سمير، ترجع تاني بالكعب جوه 18 النادي الاهلي، دربكه دربكه ونادي الزمالك لسه، وطارق مجدي قريب ماشي اللعبه. ادي الكوره ايمن عبد العزيز، لا لا يا عمر كامل، لا عمر كامل في المرمى يا ايمن، معلش نعد يعني لهنا نسقط قليلا بقى زي ما بيقولوا، هنا صمت، عمر كامل يتالق. شوفوا ايمن عبد العزيز الولد ده كويس بصراحه، وحطها وعمر كامل مركز ورايح بالايد على طول وشايل، مفيش هزار، ادي عمر كامل وادي جول. حسدناك ولا ايه يا عمر؟ حسدناك بس ما شفناش الكوره. 3-1 نفس نتيجه الدور الاول، مين اللي جاب الجول؟ الاعاده تبين. تبديلات محمد عمر النور، لازم الاهلي بقى يبدا يركز، لازم الاهلي اهي، ادي الاعاده اهي، ادي خبطت هنا، خبطت وغيرت اتجاهها في يوسف اسلام، الراسيه من محمود السيد جت في يوسف اسلام وغيرت اتجاهها، يبقى محمود السيد هدف لنادي الزمالك. ادي طالع مين ده طالع مازن، عبد الرحمن عماد نازل ومازن طالع، 3 الاهلي 1 الزمالك. حسام عادل طلع ونزل مكانه محمد سعد، ومحمد شريف نزل، مين بقى اللي طلع من هناك ما شفناش. ادي الكورة استلامة على طول انطلاق، عبد الرحمن عماد عرضية، يلا يا اولاد، ادي الكورة بقى 4 دقايق، ولازم قلت من فيش من كام دقيقة قلت لازم الأهلي ياخد باله، لازم الأهلي ياخد باله، الثقة ممكن تكلف. أدي هنا التشتيت موجود على طول من محمد شريف، توصل الكرة تطول لخارج الملعب، أوت لصالح نادي الزمالك. جاي يلعبها مين؟ البديل زياد أحمد، أحد البدل اللي نزلوا. أو تاني نادي الزمالك، الدقيقة 87 أو الدقيقة 42، والهجمة الزملكاوية سند هنا، مش عارف في إيه، في فاول أوت، غير اللعبة طارق مجدي. أدي كابتن محمد عمر النور مدير فني نادي الزمالك بيتكلم مع لعيبته قبل الهدف، قلت حضراتكم الزمالك بصراحة فرقة ما استسلمش، وده يحسب برضه لعمر النور وفرقته. أدي إبراهيم عادل عايز يعدي من علي عبد المجيد، ولكن تطلع لضربه ركنيه اهلاويه كده، محدش احسن من حد، نتيجه الدور الثاني هي هي نتيجه الدور الاول، 3-1 3-1، ولكن الاهلي كان يقدر يعلي السكور وكان يقدر يبقى فيه اهداف اكتر. ابراهيم عادل ثباته الانفعالي كويس، ابراهيم عادل بصراحه يعني لعيب عنده قرار، هي الكوره لازم من الاعمار السنيه الصغيره اعلم اللعيب ياخد القرار. ادي ادم سمير والركنيه، الركنيه دربكه ايه، وتشتيت من ديفنس نادي الزمالك،
على طول هنا تدخل من يوسف محمود ولكن ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز مش كده الولد ده، ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز ايه رايح فين ده؟ رايح فين ويلعب العرضيه ولكن يقلش لخارج الملعب، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي وعمر كامل. الهدف برضه ما يقللش من النهارده عمر كامل نجم اللقاء بصراحه، كل اللعيبه مستواها 10 على 10 مستواها هايل بس عمر كامل ما شاء الله متميز. حتى الهدف هي خبطت في راسيه يوسف اسلام وغير اتجاه، ادي الكوره محمد شريف، شريف جوه ال 18 ولكن هنا على طول يوسع لنفسه وياخدها. عبد الرحمن علي تتلعب الكوره زياد يسلم محمود السيد، محمود السيد هجمه النادي الزمالك برافو، هنا فارس يقطع صح وشال وشتت على طول، توصل الكوره تتسند لابراهيم عادل خلاص بقى يعني ابراهيم بيعمل سبرنت بس مش قادر، شوف بقى اللي لسه نازل محمد سعد سريع يقدر يروح الولد على الكوره ولسه نازل فريش. كرة توصل يا عيني يا سيدي من عبد الله طاهر بعالي قوي يوسع لنفسه، لسه الكوره مع النادي الاهلي هاجمه بنص ملعب نادي الزمالك استلام، يبقى عمر معوض هو اللي طلع، ادي عبد الله طاهر اهو مع الكوره عايز يعدي لكن ينجح انه يجيب اوت اهلاوي. خلاص كده ورقه وقلم، خمس دقايق اهو، خمسه ولا اربعه، طارق مجدي كان بيشاور للاجهزه الفنيه خلاص الدقيقه 90 وبيشاور لخالد حسام طه بالوقت البدل متضايع. هنبدا في اول دقيقه لسه مش هنبدا اما نوصل للدقيقه 90 بالتمام، ادي السيد اسامه هجمه للزمالك مقطوعه ولكن ضربه حره في اوبستراكشن مظبوط ضربه حره غير مباشره. السيد اسامه على طول يطول واحده النادي الزمالك وادي على طول عابدين سكرات خط الظهر الاهلاوي يشيل ويشتت هنا اهو ايمن عبد العزيز بيتكلم طبعا عمرو زكي والكره المصريه ومنتخبنا القومي وبطولات بقى كاس الامم 2006 و8 و10 سيد معوض تاريخ اللعيبه دي كتب التاريخ للكره المصريه بصراحه. ضربه حره النادي الاهلي بدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضايع خلاص 90 دقيقه بالتمام والكمال تقدم اهلاوي و100 100 وكانت ممكن النتيجه تبقى اكتر وادي محمد سعد ولكن هنا في هاند بول سعد بيقول لطارق مجدي جايه في رجلي مش في ايديا ادي محمد سعد اهو رياض زكريا يسلم عبد الرحمن لسه الكره معاه في خط ظهر نادي الزمالك تتلعب الباس الطويله على طول في نص ملعب النادي الاهلي خطر 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 ايمن عبد العزيز خطر 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 اهو الحمد لله عدت عدت خطر بنقول خطر لكن عمر كمال خارج في الوقت المظبوط 100% قدر انه يطلع ويضغط عمر النور اهو محمد عمر النور الراجل مش مصدق انفراد كان يقرب النتيجه ولسه شوفوا حضراتكم اهي هنا التدخل من يوسف محمود على طول ايمن عبد العزيز برافو يا عمر يا كامل تعدي وتمر الخارج الملعب بسلام الدقيقه الثانيه بالوقت البدل متضايع هو عابدين شكل عابدين كمان طلع ولا ايه؟ ما شفناش كل التبديلات اللي تمت. هل كابتن سامر ريح خط الظهر مازن وعابدين ولا هنشوف؟ ادي الكرة الطويلة، لا عابدين موجود اهو. ادي الكورة على طول توصل ليه؟ يوسف عمرو، يوسف عمرو. التبديلات اللي عملها كابتن سامر عملت مشكلة 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 يعني تبديلات كتيرة ادي هنا محمد عمر النور بيقول له فرصتين كانوا يقربوا فعلا للمشوار ولكن تبديلات كتير تبديلات يعني انا شايف ان كابتن سامر غير خمس لعيبه اثر شويه على تركيز الفرقه الدقيقه الثالثه من الوقت البدل متضايع الزمالك بقى فيه مساحات بيستغلها ابراهيم عادل يلا ابو خليل ابراهيم عدى لو رمى لسعد سعد 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 ايه تعدي وتمر الخارج الملعب ضربه مرمى يا بس هي صعبه سعد عمل محاوله على كره صعبه ضربة مرمى نادي الزمالك اللقاء حلو بصراحة تبديلات هنا وهنا فرقت في شكل اللقاء تماما أنا بقول الزمالك تبديلاته بقت أكتر إيجابية استغل وسط الملعب بعد خروج بقى هشام مصطفى فرق خروجه وعمر زكريا فرق شوف حضراتكم بقى في مساحات شوية أدي هنا أدم سمير ويوسف إسلام وأدي العرضية جوه 18 النادي الأهلي تسقط أيمن عبد العزيز ولكن دفع هنا لفارس فارس احمد ياخد ضربه حره اهلاويه الدقيقه الثالثه من الوقت البدل متضايع 3 الاهلي 1 الزمالك صداره الجدول كده 100% المهم دي الصداره بس الديربي ده لقاءاته بحسبه ثانيه يبقى الاهلي كده بيوصل نقطه 77 والزمالك يفضل 55 الرابع
يا ترى المقاولين والمحل عملوا ايه؟ المقاولين اي نتيجه تعادل او اتغلب من غزل المحل خلاص تقول مبروك للنادي الاهلي على بطوله الدوري. باقي ماتشين والاهلي فارق بثلاثه نقط. ادي الكوره تطول من عبد الرحمن عماد لخارج الملعب ودخلنا في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل متضايع. خلاص كده مبروك للنادي الاهلي رسميا يعني. اه صحيح حد يقول لي فاضل دقيقه ولا دقيقتين. خلاص صعب يعني 3-1 هيجي جونين في دقيقه. ادي الكوره توصل الكوره او تشتيت اهلاوي 3 الاهلي 1 الزمالك والنقطه 70 وكده الاهلي عوض نفس النتيجه اللي كان فاز بيها الزمالك في الدور الاول برضه 3-1 بس الاهلي كان ممكن يعدل السكور اكتر كمان ولكن ضيع فرص كتيره بصراحه النهارده في الشوط الاول بالذات. ضربه حره نادي الزمالك علي عبد المجيد وهنبدا في الدقيقه الخامسه من الوقت البدل متضايع. علي طول وبرضه لازم ندي كل واحد حقه. الزمالك ضيع فرصتين ولكن هي بالفعل صفرت النهايه. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط يرفع رصيده للنقطه 70. هارد لك للنادي الزمالك يتجمد رصيده عند 55 نقطه والمركز الرابع. احرز اهداف اللقاء حسام عادل هدفين في الدقيقه 9 والدقيقه 74 و64 واحمد عبدين في الدقيقه 51 للنادي الاهلي ومحمود السيد احرز هدف نادي الزمالك الوحيد. سعيد ان اكون مع حضراتكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان والى لقاءات اخرى عبر شاشه قناه الاهلي فالى ذلك الملتقى فتقبلوا تحيات معلقكم الرياضي محمد رمضان والميكروفون سريعا الى كابتن اسامه حسني وضيوفه باستاد الاجبال فاليك الميكروفون.